بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم نقدم هذه المحاضرة بعنوان كتابة تقرير البحث الجغرافي التي سوف يقدمها لنا دكتور محمد ناصف. طبعا نشكر كل الحضور، نشكر سعادة رئيس القسم على جهوده دائما معنا، نشكر كذلك كل الأعضاء الحضور، وكذلك دكتور عبد الله الوليعي دائما الذي يشرفنا بحضوره، وكل الأعضاء الموجودين وكل الطلاب فلهم كل الشكر، وهم داعمين، كل الأعضاء المشاركين عندنا في اللجنة داعمين لهذا العمل، فلذلك الشكر موصول للجميع. تفضل سعادة الدكتور محمد ناصف بتقديم هذه المحاضرة، شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، لقاء اليوم هيكون حول كتابة تقرير البحث الجغرافي، وديت بتبقى المرحلة الأخيرة اللي بيلجأ ليها الباحث، وبعد جهد طويل وقد يكون شهور وقد تمتد لسنوات في جمع المادة العلمية ثم تبويبها وجدولتها ورسم الأشكال وعمل التحليلات في مسودات، تيجي النهاية خالص يبدأ يترجم الحاجات دي كلها في صورة كتابة، يكتب البحث بتاعه في شكل في صورته النهائية. والحقيقة قبل ما أبدأ اللقاء أو المحاضرة ليا ملحوظة، نجد إن الطالب أو الباحث بيكون لما يوصل للمرحلة دي بيكون ابتدى يفقد حماسه، لأنه اشتغل كتير قبل كده وبالتالي تعب، يعني بذل مجهود، زي بالظبط الفرس في السباق اللي يجي في الأول يبقى بيجتهد جدا، وفي قبل خط النهاية بأمتار قليلة خلاص يتعب ويقدم يعني إيه عرض مش مناسب. ده اللي بيحصل، نجد إن الطالب في الأول يخوض التجربة بحماسة وعايز يشتغل وبيجمع إلى آخره لغاية لما يوصل لمرحلة الكتابة، ودي المرحلة اللي الطالب فيها أو الباحث بيقدم ما لديه، السلعة اللي عنده بيقدمها للجمهور من المتخصصين الفرد، فلازم تكون في أحسن صورة. نجد إن هو بيبدأ إيه يفقد جزء من حماسه. طيب نحاول ندخل إن شاء الله في الموضوع على طول. دكتور محمد، نعم الله يعافيك، ودي تشرح لي، ترى أنا ما ادري يمكن اخرين فهموا بس انا ما فهمت صراحه وش هو تقرير البحث. طيب الصوره واضحه يا دكتور؟ اي واضحه معي، بس طيب. هل تقصد الرساله، كتابه الرساله ولا كتابه الخطه؟ ايوه، اللي لا المصطلحات لا المتعارف عليها عندنا تمام بالقسم. تمام إيه؟ المقصود طبعا هنا كتابه الرساله نفسها، كتابه الـ اوكي الـ 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 زي ما انا قلت قبل كده، المصطلح غريب علينا شوي فانا ما مر علي. زي ما انا قلت سابقا ان دي المرحله الاخيره، ان الطالب بيبدا او الباحث يجمع كل اللي جمعه كله، بيبدا يعرضه على اللجنه بتاعته اللي هتناقشه في على هيئه كتابه تقرير مجلد اذا كان رساله او بحث بيبر يعني. تمام، لو تكبر الشاشه يا دكتور. حاضر. كده كويس؟ اي نعم نعم. نبدأ بأول خطوة في كتابة الرسالة أو كتابة البحث. الحقيقة من الأمور المهمة هنا الاهتمام بشكل العام للبحث أو بالإخراج الفني للبحث. محدش يتصور أبداً إن الشكل يعني غير مهم، بالعكس الشكل لا يقل أهمية عن متن البحث، لأن في عناصر تقييم البحث لما بيجي لنا أي بحث أو حتى أي رسالة عشان نقيمها، في عناصر محددة إحنا بنقيم البحث من خلال هذه العناصر، من ضمنها درجة على الشكل. يعني لما نيجي نقيم أي بحث
أول حاجة بيقول لك الشكل العام للبحث عامل إزاي ودقة اللغة. الشكل العام ودقة اللغة عليها درجة، تمام؟ طريقة العرض بتاعت الباحث، طريقة أو دقة العرض كمان بتاعت الباحث عليها درجة. إخراج الإخراج الفني للأشكال والجداول، إزاي حاطط الجدول في مكانه وحاطط الشكل في مكانه، كل ده عليه درجة. فعايز أقول إن الطالب أو الباحث يهتم بالبحث قدر اهتمامه ايضا بالمد. فلابد طبعا ان نبدا بالغلاف، والغلاف بتكتب عليه نفس الكلام اللي بيتكتب على صفحه العنوان، وهنتطرق دلوقتي لصفحه العنوان وهنشوف ايه اللي بيتكتب عليها بالضبط. وطبعا هنا بيقول صفحه بيضاء بعد الغلاف. نبدا بصفحه العنوان. صفحه العنوان هي واجهه البحث، مهمه جدا في البحث، تمام؟ العنوان هنا اولا لابد ان يكون العنوان خير الكلام ما قل ودل، بليغ، عايز اوصل المعنى في اقل عدد ممكن من الكلمات، تمام؟ في اقل عدد ممكن من الكلمات بيكتب العنوان في سطر واحد. طب اذا كان العنوان طويل هقسمه على سطرين، هقسمه على سطرين، بس هقسمه على سطرين مش سطرين متساويين، هقسمه على سطرين، يبقى السطر الثاني اقل طولا من السطر الاولاني. طب الف الثلاثه، يبقى عامل زي ما يكون هرم مقلوب او مثلث، كل ما انزل سطر كل ما اقل العدد الكلمات. وطبعا ما يعني غير مفضل ان انا اجيب عنوان طويل، يعني دي فقره، ان القارئ هيقرا العنوان عباره عن فقره، لا، كمان لي بحب ادور على كلمات توديني المعنى بتاعي وتودوني في ايه؟ في اقصر عدد ممكن من الكلمات. ودي هنا البلاغه، البلاغه في اللغه، تمام؟ ان انا اوصل المعنى باقل عدد ممكن من الكلمات. عاده ما يكتب العنوان في الربع الاعلى من الصفحه، بعد كده بمسافه حوالي 5 ل 6 سم بنكتب اسم الباحث تحت العنوان، ثم الجهه المقدم اليها البحث، ثم تقديم تاريخ تقديم البحث. لغايه كده تقريبا كلنا بنعمل كده، وما فيش اخطاء بتبقى في النقطه دي غير في العنوان. العنوان له قصه ازاي، ان غالبا دلوقتي معظم الناس بتعمل الرسائل بتاعتها تحط العنوان الجغرافي وتروح جايه لاحقه بيه كلمه باستخدام نظم المعلومات الجغرافيه. يعني العناوين المنتشره دلوقتي نجد ان العنوان جنبه كلمه باستخدام نظم المعلومات الجغرافيه. ونظم المعلومات الجغرافيه الحقيقه هي ما يصحش تتكتب في العنوان. ليه؟ لان هي تول، هي اداه من ادوات الباحث اللي بيستخدمها في الرساله. يعني هل ينفع مثلا هي اداه زي اداه الاستبيان او اي اسلوب تاني، اسلوب احصائي او غيره؟ ما ينفعش ان انا اقول انا هعمل البحث ده باستخدام مثلا الاس بي اس اس. لا. طيب امتى الاستثناء اللي انا ممكن احط فيه جنب العنوان كلمه باستخدام نظم المعلومات الجغرافيه؟ احضرني في هذا المقام مقوله دكتور عبد اللطيف النافع، قال لو استخدام السلام عليكم. هناك مشكلة في العرض شيء؟ ولا دكتور محمد ناصف؟ يا
يبدو الدكتور محمد طلع من ال طيب نشوف مين الهوست. فوزية معنا؟ زين هو طلع، أنا كنت بعلق عليه على مقولة إن الجائس هي عبارة عن تولز، كويس إنه طلع قبل ما فننتظر يرجع عشان نتحفظ على الكلمة هذه. يلا مو مشكلة. إيه فوزية لو سمحت شوفي دكتور محمد ناصف. يبدو الدكتور المشكلة من عنده، هو الدكتور محمد النت عنده شيء. إيه مو من عندكم، الجميع كلهم موجودين ما عدا هو اللي خرج من ال. إيه فيبدو عنده عليكم. مشكلة. عنده مشكلة في الانترنت أو شيء. السلام عليكم جيهان. جيهان اهلا دكتوره. وعليكم السلام. اي لو سمحت ترجع دكتور الان. السلام عليكم. اي ورجع دكتور محمد ناصر. رجع ايوه. اي شكرا جيهان. ليش حصل الفني داون؟ لا لا ما مشكله دكتور. طيب نرجع تاني نستأنف. احنا كنا وقفنا عند العنوان، وقلنا العنوان ما نحطش فيه كلمة نظم المعلومات الجغرافية إلا عند الضرورة، اللي هي الضرورة إيه هي؟ الضرورة إن هي تكون حاجة خاصة جداً، إن ما حدش استخدمها قبل كده، ما حدش عمل الموضوع ده بالطريقة دي، فعشان كده أنا ببرز كلمة نظم المعلومات الجغرافية في عنوان الرسالة أو البحث. طيب دكتور تسمح لي مداخلة هنا. تفضل. طبعاً أحترم وجهة نظرك بس أختلف معك طبعاً. الجائس أنا ما أدري ليش مثلت في الجائس، أنا ودي مثلت في البشري مثلا كان يعني ما عندي مشكلة، بس بما أنك مثلت بكلمة الجائس أو أن الجائس هي في النهاية تول زيها زي الإحصاء، هذا مو صحيح دكتور، هذا مو صحيح. هذا فكر موجود للأسف عند البعض أن الجائس عبارة عن أداة وخلاص، وفي مقالات كثيرة جدا على مستوى العالم أن في صراع كبير هل هو تولز هل هو ساينس، هذا موضوع آخر ما بدي أدخل الآن، بس ما يصح ان احنا نقول على الجائس انه اداه. طيب هذا يعني انا اتحفظ على الكلمه هذه مره يعني. طيب. يعني هذا واحد. الحاجه الثانيه ذكر كلمه الجائس في العنوان برضو فيها مجالات كثيره، يعني فيها وجهات نظر مختلفه، يعني البعض يقول اوكي ما في داعي اذا انت تستخدمه خلاص، يعني ما في داعي نذكر هو موجود في المتن الى اخره، والبعض يقول لا خاصه في الدراسات يعني الحديثه والى اخره يقول عشان برضو عمليه البحث في قواعد البيانات العالمية، إن أنا نشوف إلى الآن حتى في الأبحاث المنشورة في السنة 23 يعني قبل أسبوع في دراسات using GIS، عرفت يكتب في البحث العنوان كذا، لماذا؟ لأن عشان عندما نبحث بالعنوان أو نبحث عن موضوع في الجائس مثلا في دراسة الحوادث في دراسة الهجرة في دراسة شيء كيف استخدم الجائس، لازم في الكيوردز لازم في العنوان فيه الجائس، في هذا نوع يعني يمشون على هذا، عشان ما ودنا نقول حاجه ان احنا متفقين على، لا هذه محل نزاعات، عرفت دكتور؟ طيب. هذه محل خلافات، يعني ممكن وجهه نظرك سليمه لكن ممكن فريق اخر يقول لا مهم انه يكتب الجائز حتى تسهيل وصول قواعد البيانات والبحث من اخره الى اخره، وايضا انه ممكن ان يكون في هذه الدراسه مثل تفضلت دراسه حديثه او مره استخدمت الجائز وكيف لها يكون لها بعد. ففي النقطه اللي بوصل لها ان احنا نعرض وجهة نظر موجودة ولكن ما تكون هي مسلمة، يعني ما تكون هي الأساس نقول ترى ها خطأ لا تكتب كذا، لا نقول فيه يعني الأفضل، أو مثلا أن وجهة نظر تقول كذا ووجهة نظر تقول كذا، ما ناخذ رأي واحد بس، هذا القصد دكتور. طيب. عشان معنا طلاب الآن. طيب. معنا طلاب ومعنا طالبات، ربما الدكتور يفهموا منك الآن أن هذا خطأ ويبدأ يحذفون ويسوون وتبقى في النهاية مدارس وجهات نظر وابعاد اخرى ما ودي ندخل فيها الان، ولا ودي اقاطعك وما تكمل يعني حبل افكارك في هذا الموضوع، بس حبيت اني هذه النقطه اساسيه لان ما ودي ان تمشي بعدها وما اقدر يعني اتجاوزها. طيب يا دكتور. طب بص حضرتك طبعا زي ما انت بتقول مدارس اوجهات نظر، لكن انا كلامي كان واضح ازاي؟
انا قلت لو انا بستخدم جي اس، انا بقول موضوع باستخدام الجي اس، يبقى انا دراستي في الرساله بتاعتي او في البحث بتاعي الجي اس انا بستخدمها كوسيله كاداه لتحقيق هدفي في الموضوع ده، لكن مش الرساله منصبه على النظم المعلومات والمغرفه. تمام، انا بستخدم وكثير جدا جدا من الرسائل بتاعتنا بنجد ان استخدام نظم المعلومات الجغرافيه في الرساله بينحصر في حاجات بسيطه، في رسوم مثلا، في تحليلات بسيطه وهكذا. فبتكون عباره عن هنا عن اداه بيستخدمها الباحث لابراز حاجه معينه في رساله. تمام، اذا كان ذلك كذلك فما فيش داعي ان انا اكتبها. تمام، اتفق معك يا دكتور، اتفق معك واعرف النقطه اللي توصل لها، لانها صارت للاسف موضه. عشان أيوة. انا اعرف ايش تقصد انت يعني انت تحارب بعض العادات الموجوده في خاصه في بعض الاقسام الجغرافيه بالذات وبعض الاقسام الاخرى، ان مجرد ما اضع كلمه جائز في عنواني انا بحثي مميز، خاصه في بعض الاقسام فيها تنافسيه. أيوة. داخل القسم في طبيعي وفي بشري وفي نظم في خرائط في مساحه، فبالتالي وعندما تدخل الى المضمون لا تجد جائز اصلا. صحيح، مجرد ان حط خريطه ومثل عليها سكان كأنه أنا استخدمت جائز. هذا الكلام اللي تقوله 100% صحيح، وفي شيء موجود يعني يستخدمون هذا، ولكن للأسف هذا دور القسم، يعني القسم هو يعرف عاد هل وقوة القسم فإذا كانت من هذا المنظور كلامك سليم 100% فعلا، ليس بالضرورة أن تكتب كلمة الجائز في كل شيء، يعني في كل الرسالة، حتى ولم يوضع مثلا خريطة واحدة يقول أنا استخدم. أنا شفت رسائل كثيرة خاصة الحمد لله مو في قسمنا، يعني في أقسام أخرى، أنا أشوف موضوع باستخدام الجائس، لما أقرأ رسالة من أولها لآخرها ما فيها جائس أصلاً. صحيح. ما فيها جائس، مجرد أن حط خريطة، حط السكان، قال هذا جائس، فهذا فأنا إذا كان من هذه الزاوية أتفق معك تماماً. هنا بيلجأ الباحث لوضع كلمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في رسالته أو في العنوان علشان يعمل دعاية للرسالة أو يشد انتباه الناس للرسالة أو كده، لكن هو أساساً بستخدم، إذا حتى استخدمها بيكون استخدام مش استخدام جوهري في الرساله بتاعته. فبهذه الحاله ان احنا نكتفي بالعنوان بدون استخدام، بدون الصاق كلمه جائز، لكن لو كان في حاجه جديده تمام يبقى هنا لازم نحط كلمه باستخدام الجائز في عنوان الرسالة. باضافه دكتور، باضافه سمحت لي بهذا النقطه بالذات، وانا دائما اقولها للطلاب اللي عندي، اذا كان لا تستطيع ان تحقق نتائج البحث الا بالجائز هذا معناه ان الجائز له دور في بحثك. اما اذا البحث تستطيع انك تمشيه ويمشي وتحقق نتائج وتحقق اهداف البحث هذا وبدون جائز معناه ما في داعي تستخدم جائز، حتى لو استخدم جائز. فهذه النقطه الاساسيه، اذا انت لا تستطيع الوصول لهذه النتائج، لا تستطيع ان تحقق اهداف هذه الدراسه الا فقط في حاله توفر الجائز، غيرها تقول مستحيل، انا ما اقدر مثلا اعمل الدراسه هذه بدون ما استخدم تقنيه الجائز. اذا كان هذا الكلام صحيح معناها دراستك فعلا فيها جائز. اما انه والله ممكن اني احقق اهدافي بدون ما استخدم الجائز، هذا معناه ان حتى ولو استخدمت الجائز في هذه الحاله مثلا كتوزيع او خريطه نقول هذا مو مؤثر ولا من اهداف الدراسه اصلا، فمعناه ان الجائز هنا ما له دور. بس هذا كان يعني وكثير جدا من الرسائل اللي بنشوفها بتبقى الجائز ما لهاش الا دور بسيط او ما لهاش دور اصلا، وبتتكتب على العنوان باستخدام الجائز، يعني حسن. بقت موضه. حسن. طيب ننتقل إلى الصفحة التالية، صفحة الشكر والتقدير. في الصفحة دي بيحط الباحث بيحط الشكر والتقدير لكل من قدم له خدمات أو ساعده في إنجاز البحث. وهنا برضك أحب أقول للطالب ما يسهبش في التقدير، وبنجد في كثير من البحوث أو الرسائل وخاصة الرسائل الماجستير عشان تبقى لسه الطالب ما عملش رسائل قبل كده بيبدأ يشكر كل من قدم وكل من لم يقدم. تمام، اي حد بيحط عايز يخدمه يعني او يسجل اسمه في الرساله فيحطه في صفحه الشكر والتقدير، ثم صفحه الاهداء. صفحه الاهداء نجدها صفحه اختياريه توضع، يعني ممكن واحد يهدي البحث بتاعه ممكن ما يهدهوش، مش شرط ان انا احط اهداء في اي بحث رساله كانت او احطها او ما احطهاش. توضع ايضا في الابحاث المقدمه لنيل الدرجات العلميه ولا توضع في الابحاث البيبر. تمام، المقدمه للنشر، يعني لو بحث لو درست ماجستير او دكتوراه يجوز ان انا احط فيها او اعمل فيها صفحه للاهداء، وطبعا ممكن ما اعملهاش. اما اذا كان بحث علمي فلا يجوز ان انا احط صفحه للاهداء.
ثم بعد ذلك صفحة بقائمة المحتوى. هنا نتوقف قليلا، لأن في دليل جامعة الملك سعود موجود اسم الصفحة دي فهرس المحتويات وليس قائمة المحتويات. والغريب أن في الدليل مكتوب فهرس المحتويات ثم قائمة الجداول ثم قائمة الأشكال، تمام؟ يعني إذا كنا مشينا على نفس النسق فالمفروض تكون يا فهرس كله يا قائمة كله، لكن الحقيقة هي لا يجوز تسميتها بالفهرس، ولذلك الدليل هناك بعض يعني تشوفوا بعض الشوائب لابد من مراجعتها، لأن في فرق كبير بين الفهرس والقائمة. الفهرس دائما بيستخدم في نظام الفهرسة، في فهرسة الكتب في المكتبات إلى آخره، بيوضع في الآخر في آخر البحث ويبقى مرتب بترتيب أبجدي إلى آخره، تمام؟ لكن هي قائمة، قد تكون قائمة محتويات أو قد تكون قائمة موضوعات، لكن هي اسمها قائمة. بحط فيها عناوين الفصول، وبحط فيها المحاور، وبحط فيها أرقام الصفحات إلى آخره، وثم بعد كده قائمة الجداول، ثم قائمة الأشكال، ثم الصور. ثم نأتي إلى ما يعرف بمستخلص البحث. مستخلص البحث هو عبارة عن موجز شامل ومختصر لأهم الأفكار والمعلومات اللي قدمها البحث ده أو قدمتها الدراسة. وهنا في فرق كبير بين مستخلص البحث وملخص البحث، في فرق بين الاثنين، في فرق بين المستخلص وفي فرق بين الملخص. الملخص عادة بيكون في آخر البحث أو في آخر الرسالة، تمام؟ الملخص بيكون حوالي من 3 لـ5 صفحات في المتوسط، تمام؟ الملخص هو كأنه بريف أو كأنه نموذج أو كأنه نموذج مصغر من البحث في كافة إجراءاته، ما بيسيبش حاجة إلا ما بيحطها في الملخص، كأنه ملخص لكامل البحث، تمام؟ لكن المستخلص وده اللي إحنا بنكتبه، اللي إحنا بنكتب المستخلص. المستخلص له اشتراطات، تمام؟ المستخلص قد يكون مختصر منظم بشكل جيد مكتوب بلغة واضحة، أن يحتوي على، ودي أهم حاجة في الملخص، الملخص يحتوي على مشكلة الدراسة ثم أسلوب أهداف أهمية الدراسة وأهم النتائج وأهم التوصيات. ما بكتبش كل حاجة عملتها في البحث، تمام؟ أنا بكتب المشكلة إيه هي، المنهجية بتاعتي اللي استخدمتها إيه هي، الأهداف، تمام، والأهمية وأهم النتائج اللي توصلت إليها وأهم التوصيات. إذا كان الملخص يوصل لـ5 صفحات فإن المستخلص هنا لا يزيد عن 300 كلمة. وبعض المجلات لما بعت لها لما تبعت لها البحث بتاعك يقول لك عايزين ملخص في حدود كذا، يحدد هو عدد الكلمات. وهنا تبقى مهارة تأتي أو تبرز مهارة الباحث إنه يصيغ المشكلة والمنهجية والأهداف والأهم النتائج والتوصيات في الكم أو عدد الكلمات اللي محدد له بالضبط. دي مهارة باحث، تمام؟ ما يسترسلش في الملخص. ولازم يكون المستخلص تكون لغة، اللغة اللي كانت مكتوب بيها لغة بسيطة، مش لغة فيها كثير من المصطلحات اللي يصعب على القارئ العادي إنه يقراها، تمام؟ أيضا القاعدة الأساسية إنه يكون بسيط. ليه؟ علشان تكون الكلمات اللي فيه تسهل إدخالها في قواعد المعلومات وبنوك المعلومات. وطبعا المستخلص ده لابد أن يكتب باللغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. فإحنا بنكتب الحاجة الأبستراكت ده اسمه مستخلص وليس ملخص، وله اشتراطات تختلف عن الملخص. ثم نأتي بعد ذلك إلى الكلمات المفتاحية. الكلمات المفتاحية الحقيقة هي جانب بيتحدث عنه البحث، وبعض المجلات بتقول أنا مش عايزة الكيوردز أو الكلمات المفتاحية تزيد عن 6 كلمات، هي اللي بتحدد يعني عدد
الكلمات المفتاحية. الكلمات المفتاحية مش شرط انها تكون هي اكتر الكلمات استخداما في البحث او في الدراسة، تمام، لكن هي اللي بتعبر عن الموضوع. يعني لو انا مثلا عندي الموضوع مقسمه الى محاور، فهاخد من كل محور كلمة. افرض انا مثلا عندي الفصل بيتكلم عن الخصائص الديموغرافية للسكان مثلا زي ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الرياض، وفصل بيتكلم على الخصائص الاقتصادية للسكان، وفصل بيتكلم على الخصائص الاجتماعية للسكان. يبقى انا اخد في الكلمات المفتاحية كلمة الخصائص الديموغرافية والخصائص الاقتصادية والخصائص، ما اكتبش تفاصيل، ما اقولش مثلا فئات السن، ما اقولش مثلا الجنس اذا كان ذكر او انثى، ما اقولش حجم الاسره، ما اقول، انا بخلي الكلمات المفتاحيه بتاعتي بسيطه وسهله علشان يقدر اي حد يوصل للبحث بتاعي لما يجي ايه يدور عليه. يعني على سبيل المثال لو مثلا انا عندي بحث على زي ما ذكرت قلت السكان ذوي الاحتياجات الخاصه في مدينه الرياض، يبقى هقول الكلمات المفتاحيه مثلا السكان ده المجال بتاع الدراسه، تمام. ثم الحقل الفرعي، فالموضوع في مساله البحث بقول السكان، وبعدين هقول ذوي الاحتياجات الخاصه، ادي الكلمه الثانيه، الإعاقة مثلا، ثم مدينة الرياض أو أنواع الإعاقة، ثم مدينة الرياض، تمام. كل ما كانت الكلمات المفتاحية أقل، يعني كانت مثلا مش لازم جملة، لو يعني كلمتين أحسن من الثلاثة والكلمة أحسن من الاثنين، كل ما كانت أقوى، تمام، والباحث أو اللي بيدور على الرسالة بتاعتك هيلاقيها بسرعة، تمام، لأنها كلمة إيه، كلمة واحدة. ثم نأتي إلى محتويات البحث، وده أهم جزء في البحث اللي بنسميه المتن. يمكن تقسيم المتن إلى ثلاث أجزاء. أول جزء اللي غالباً ما بيكون الفصل الأول وبنسميه المدخل إلى الدراسة، وده الحقيقة في غاية الأهمية. ليه؟ لأن بعرف فيه القارئ على مشكلة البحث، بحط فيه المنهج المستخدم في البحث، بحط فيه أهمية الدراسة أو البحث، بحط فيه الأهداف بتاعتي، أيضا بحط حدود الدراسة، ثم بحط إيه مصطلحات الدراسة، تمام. فلازم أنا أهتم قوي بالجزء دوت، لأن لو كان ده صح كل اللي جاي إن شاء الله هيبقى كويس. لو لخبطت فيه وما عرفتش أبرز مشكلة الدراسة بشكل واضح، يبقى خلاص اللي هيقرا الرساله بتاعتي او اللي هيقرا البحث بتاعي مش هيحس ان في مشكله انا بتكلم ايه؟ بتكلم عنها. طيب يبقى ببدا بمقدمه في المدخل للدراسه، ببدا بمقدمه. اللي هقوله في المقدمه ما عيدوش تاني في المشكله، في فرق بين المشكله والمقدمه. طيب المقدمه بتبدا من العام من الكبير للصغير، من العام للخاص. أنا بمهد القارئ، بمهد دماغه للموضوع اللي أنا هتكلم فيه، ثم أبدأ في المشكلة. المشكلة بقى بخش في المشكلة مباشرة. المشكلة إزاي؟ إن أنا بحس بوجود، لازم الواحد يحس إن في مشكلة ويبدأ يصيغها في عنوان في موضوع، ويبدأ يعمل بحث لعلاج أو يقدم حلول لهذه المشكلة، تمام. يعني مثلا على سبيل المثال أنا أو باحث مثلا ماشي في طريق الجامعة، فوجد مثلا زحام أو ازدحام مروري عند تقاطع مثلا طريق الملك خالد مع طريق الملك عبد الله، فحس هنا شعر، حس إن في مشكلة كثافة مرورية، ففكر إنه ياخد المشكلة دي ويعملها بحث يقدمه لديسيشن ميكر أو صانع القرار، تمام؟ يبقى دي هي المشكلة. المشكلة هي إيه؟ هي موضوع الدراسة بتاعتك، تمام؟ ولما اجي ابدا المشكله اخش فيها على طول، ما عدش بقى اللي انا كتبته في المقدمه تاني، فتبدا المشكله من الخاص الى العام. اي نبدا بالمشكله ثم نتوسع فيها عشان نبرز ان دي مشكله، نفهم القارئ ان احنا عندنا فعلا مشكله تستحق الدراسه.
وما نكتبش فيها في المشكله اثناء عدد المشكله، ما نكتبش مقترحات او ما نكتبش حلول، لا مش مجاله ده، مش وقته ده، احنا بنعرض بس هنا المشكله، ثم بعد ذلك نكتب او نبدا في اهميه البحث. هنا ناس كتير قوي بتتلخبط بين اهميه الدراسه ومشكله الدراسه. تمام؟ زي ما قلت من شويه ان مشكله الدراسه ان انت بتحس ان في مشكله فبتعملها بتصيغها في موضوع معين وبتبدا فيها. لكن الاهميه هنا هي ليه؟ هي مبرراتك للدراسه دي، هي اسباب اختيار هذا الموضوع عشان تدرسه. تمام؟ يبقى انا ما عدتش المشكله في الاهميه وصيغه ثانيه، انا هقول انا اخذت الظاهره ديت، طب خدتها ليه؟ اشمعنى الظاهره دي؟ اشمعنى في المكان ده؟ واشمعنى في الوقت ده؟ ايه الاهميه بتاعتي؟ هي دي اهميه الدراسه. يبقى اهميه الدراسه احطها في دماغي ان هي مبررات الدراسه، ان هي اسباب اختيار الموضوع ده. بعد كده بحط الفروض بتاعت الدراسه، وخاصه لو كانت هناك متغيرات في الدراسه، يبقى واجب فروض. يبقى واجب ان انا افترض نوع علاقات بين هذه الفروض بتاعتي. ودراسه هتثبت لي هذه العلاقه، ما في علاقه او ما فيش علاقه، ثم ايه طبيعه العلاقه اللي موجوده لو كان في علاقه. تمام؟ والتساؤلات او الاسئله، وهنا التساؤلات لازم تكون منطقيه مسلسله حسب الاهداف. ايضا التساؤلات بتاعتي لازم ان انا ما احصرش الاسئله بتاعتي او التساؤلات بتاعتي في أداة استفهام واحدة، يبقى هي أداة استفهام مكررة حتى لا يشعر القارئ بالملل. نفس الأداة، يبقى أنا عندي عجز في استخدام الألفاظ في اللغة العربية، لا أنا لازم أحاول إن أنا أغير من أدوات، يعني ما أقولش مثلا ما هي الخصائص الديموغرافية للسكان مش عارف إيه، السؤال الثاني ما هي الخصائص الاجتماعية للسكان، السؤال الثالث ما هي الخصائص الاقتصادية للسكان، لا ما ينفعش، لازم أحاول ان انا اغير من ادوات الاستفهام. ثم مصادر البيانات اللي بحتاجها في بحثه، انا هجيب البيانات بتاعتي منين وهجمعها ازاي وانهي طريقه، هل هعمل استبيان، هوزعه ازاي، هحدد العينه ازاي، هاخد حصر ولا هاخد عينه الى اخره. تمام؟ وحدود الدراسه. تمام؟ إذا كان هو هيلتزم حدود طبعا موضوعية ومكانية وزمنية، إذا كان هياخد منطقة إدارية يبقى هيلتزم ب يكتب كده التزمت الدراسة بالحدود الإدارية لمنطقة الرياض مثلا على سبيل المثال، هياخد المملكة كلها التزمت الدراسة بالحدود السياسية للمملكة العربية السعودية وهكذا، يبقى لازم يحدد المكان اللي هيجي. ثم مصطلحات الدراسة في آخر هذا الفصل، والمفترض أن تكون المصطلحات الغامضة بس هي اللي يشرحها. تمام؟ اللي هي الغامضة مش المصطلحات السهلة اللي ممكن أي قارئ يعرف هذه المصطلحات، ولازم طبعا في المصطلحات أنه يوثق هو جايبها منين المصطلحات دي، خلاص؟ لازم يكتب هو جايبها منين. جزء مهم ان هو بيعرض في الفصل ده المنهجيه المستخدمه، وهنا الحقيقه نجد ان الطلبه تاهت في انواع المناهج المستخدمه، تعددها كتيره جدا، وبنسمع عن مناهج لم نكن نسمع عنها من قبل. فنجد مثلا غير المنهج الاستقرائي والاستدلالي، لا نجد مناهج الأصولي يقول لك أنا بستخدم المنهج الأصولي لتتبع العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة، أنا بستخدم المنهج الموضوعي لإبراز أهمية الموضوع اللي بدرسه، أنا بستخدم مثلا المنهج الإقليمي، المنهج الوظيفي، المنهج السلوكي، منهج النظم. لقينا أسماء مناهج كتيرة جدا فشتتت الطلبة فما بقتش عارفه ايه المنهج اللي انا هستخدمه. لكن الحقيقه كان لنا حلقه بحث في المناهج المستخدمه في
البحث العلمي في مصر من سنة اللي فاتت، ونسبة كبيرة جدا من العلماء في التخصص يعني الحقيقة ولهم كتب ومراجع، فتبنوا وجهة النظر اللي أنا هقولها دي، اللي هي بتقول إن المناهج في البحث العلمي هما ثلاثة: المنهج الوصفي، وده خاص بالدراسات أو بالعلوم الإنسانية، تمام؟ ثم المنهج التجريبي، وده خاص بالعلوم الأساسية الكيمياء والفيزياء والرياضيات يعني. ثم المنهج الوثائقي، وده خاص بالمكتبات والمخطوطات إلى آخره. يبقى احنا هنا يشملنا ايه؟ يشملنا المنهج الوصفي، وانا هنا حتى ذاكر مرجع مهم جدا اللي هو منهجية البحث العلمي للدكتور محمود توفيق العلوم الاجتماعية. هنا يمكن الاستعانة في الجغرافيا بالمنهج الوصف. طيب أمال إيه حكاية بقى المنهج السلوكي ومش عارف المنهج الوظيفي والمنهج المناهج اللي احنا قلناها دي كلها، الأسماء المتعددة؟ فيمكن اعتبار هذه الأسماء كلها مداخل للمنهج الوصف. يبقى المنهج هو إيه المنهج؟ المنهج هو الطريق الرئيسي اللي هيوصلني الهدف، بتحقيق الغاية بتاعتي، أنا عايز أوصل للهدف بتاعي. طيب الطريق ده له مداخل، لو انا جيت مثلا اتكلمت على خصائص السكان في التسوق ومش عارف ايه وكلام من ده، يبقى انا عايز حاجه في السلوكيات، يبقى اخش هنا في المدخل السلوكي وليس المنهج السلوكي، تمام؟ وهكذا. يبقى كل اللي احنا قلناه ده ما عداهم مداخل للمنهج الايه، للمنهج الوصفي. ما اكتبش بقى المنهج الوصفي التحليلي، تمام؟ لان هي المناهج المستخدمه هي مناهج تحليليه، هي لا تصف فقط، والمنهج التجريبي لا يجرب فقط، كل المناهج بتحلل، تمام؟ يبقى انا هلتزم بالمنهج الوصفي. وطبعا دي مدرسه طبعا انا استريحت ليها، تمام، ان احنا نلتزم بكلمه المنهج الوصفي في الدراسات الجغرافيه اللي بيهتم طبعا برصد الحقائق المتعلقه بموضوع الدراسه وتحليلها واصدار التعميمات التي قد تسهم في فهم الواقع واستشراف المستقبل. ثم ياتي بعد ذلك الاطار النظري والدراسات السابقه. هنا ينبغي أن يكون الإطار النظري بعيد عن الحشو والإسهاب والاسترسال، تمام؟ يبقى مختصر. أنا عايز هنا أقول إيه؟ أقول مثلا تطور الظاهرة المبروزة، نبذة تاريخية عن الظاهرة المبروزة، أقول تنظير، أقول النظريات مثلا اللي أنا هستخدمها أو هتحقق لي أهدافي في الدراسة بتاعتي، تمام؟ هنا في المنهج في الإطار النظري بيبين مهارات الطالب أو مهارات الباحث، إزاي إن هو بيفند وبينمط وبيصنف أولاً وثانياً، تمام، وبيسلسل أفكاره في الإطار النظري. في الإطار النظري ما حطش توصيات، ما حطش آراء شخصية، ما خليش رأيي أنا، تمام، هو اللي يضغى على فكر الرسالة. لازم يكون محايد يعني في عرض الموضوع. ثم بعد كده تأتي الدراسات السابقة، وهنا العبرة مش بكثرة الدراسات السابقة، العبرة بعلاقة الدراسات السابقة بموضوع الدراسة، تمام؟ الدراسات السابقة الحقيقة لابد إن هي إن إحنا بنرتبها من الأقدم للأحدث. كتير جدا من الرسائل كانت بتجيلي دراسات مترتبة بالعكس، من الأحدث للأقدم. لا، احنا بنكتب من القديم. يعني ايه دراسات سابقة؟ يعني انا بقول والله الناس اللي فاتوا دول كلهم اللي قبل مني اشتغلوا بالشكل ده لغاية السنة دي، لغاية الوقت ده، لغاية 23، انا بقى هبدأ اشتغل كده عشان اكمل على الناس اللي فاتوا، تمام؟ تراكم المعرفي ده كله، تمام؟ يبقى ما ابداش من الجديد للقديم، لا، ابدا بالقديم للحديث. وفي الدراسات السابقه ايضا لابد في الدراسات السابقه ان انا لما اجي اقسم الدراسات السابقه اعرف اقسمها ازاي. افضل تقسيم للدراسات السابقه ان انا اقسمها بطريقه حسب موضوع الدراسه، يعني حسب محاور الدراسه.
يعني اذا كنت مثلا انا بتكلم زي المثل اللي انا اعطيته، الخصائص الديموغرافيه والاقتصاديه والاجتماعيه للسكان ذوي الاحتياجات الخاصه، يبقى هقول الدراسات السابقه المحور الاول اللي متعلق بيها اللي هي الخصائص الديموغرافيه، الدراسات السابقه بالخصائص الديموغرافيه. المحور الثاني الخصائص الاجتماعيه بالدراسات السابقه الخاصه بها. المحور الثالث ده تصنيف. طب في تصنيف ثاني؟ في تصنيف ثاني. انا بصنف الدراسات لدراسات جغرافيه ودراسات غير جغرافيه. امتى اصنف الدراسات السابقه الدراسات الجغرافيه والغير جغرافيه؟ لما يكونش عندي دراسات جغرافيه كتير او دراسات جغرافيه تقدر تغطي عندي موضوع الدراسه بتاعتي، ما عنديش الا دراسات جغرافيه 2 3 4 هم دول بس اللي مرتبطين بالموضوع، والباقي كل الموضوع لسه ما حدش اتكلم فيه، موضوع جديد لسه على الجغرافيا. فهنا هضطر استعين بالدراسات الغير جغرافيه اللي بتتحدث عن نفس الايه؟ عن نفس الموضوع. لكن لو عندي دراسات جغرافيه تغطي الموضوع بتاعي خلاص مفيش داعي ان انا اخد دراسات من خارج المجال الجغرافي بتاعي. واذا كنت هتكلم على الدراسات الجغرافيه غير الجغرافيه والجغرافيه وصنفها، ابدا الاول اولا بالدراسات غير الجغرافيه ثم بعد كده الدراسات الايه؟ الجغرافيه. تمام؟ طبعا بصنف الدراسات العربيه ودراسات اجنبيه الى اخره. ما بفضش في الحديث عن الدراسات السابقه، يعني ما بكتبش كاني بكتب الرساله او كاني بكتب مستخلص الرساله بتاع الدراسات السابقه اللي بلاقيه عندي، لا. انا بكتب الرساله بتاع الدراسات السابقه دي، الراجل ده خد ايه الموضوع بتاعه اللي اخده ايه؟ تمام؟ والمنهجيه اللي استخدمها ايه؟ واسفرت الدراسه او وخلصت الدراسه عن ايه؟ واثر ايه؟ بس كده. النقطه اللي احب اكد عليها ان كتير مننا بيجي يكتب في الدراسات السابقه اسم او عنوان الرساله نصا كوبي بيست. يعني ايه؟ يعني مثلا يقول ودراسه ناصف ويروح جاي كاتب الدراسه مثلا جغرافيه التنميه البشريه في محافظه قنا مش عارف كذا كذا كذا. لا، ليه؟ انت تكتب اللي انت فهمته من الموضوع، اللي انت فهمته من عنوان، لان انت كده كده لما هتيجي تكتب في المراجع بتاعتك هتكتب العنوان بتاع اللي عايز يعرف العنوان نصا هيرجع للمراجع وهيشوف العنوان. تمام؟ لكن اقول مثلا تناول فيها ايه؟ تناول فيها كذا وكذا. تمام؟ ما اقولش نص العنوان بتاع الدراسه، ما اذكرش نص العنوان، انا اذكر مفهوم انا فهمت ايه من العنوان. نأتي بعد ذلك إلى متن البحث، وهو الجزء الرئيسي والأكبر في البحث، ويشتمل على عدد من الفصول، وطبعا وفق طبيعة المادة اللي بيعرضها الطالب أو بيعرضها الباحث. يفضل الباحث كل ما كان عنده مهارة في الكتابة كل ما قدر يوازن بين أحجام الفصول. تمام؟ يعني هنا ما يبقاش، ما يصحش ان يبقى في ناس بتقول لا ما يعني انا لا اهتم بالموضوع حجم الفصول، لكن هنا بتبرز مهاره اللي هو بيتحكم في الكلمات اللي بيكتبها. ما يبقاش فصل مثلا ورقتين ثلاثه وفصل 50 ورقه ولا 60 ورقه. تمام؟ لازم اوازن بين الفصول. وبيعرض في المتن طبعا البحث بشكل مرتب تحت عناوين واضحه، ويختار العناوين الرئيسيه والفرعيه باهتمام. ثم ناتي بعد كده للاستنتاجات والتوصيات. الاستنتاجات يطلق عليها البعض النتائج، الاثنين زي بعض، وفيها بيعرض الباحث الاستنتاجات الفعليه اللي توصل اليها نتيجه تحليل البيانات، ويجب ان تتناسب النتائج مع ما قام به الباحث. يعني ما ينفعش ان انا اقول في النتائج حاجات انا ما اعرفش عنها حاجه خالص في المتن، يعني ما اضيفش جديد في النتائج، لا. وهنا لازم اربط النتائج بالاهداف. يعني حتى في تقييم البحث يقول لك هل ارتبطت النتائج بالاهداف ولا ما ارتبطتش؟ ما النتائج دي اللي هتحقق لي مين؟ الاهداف اللي انا جبتها في الاول. يبقى لما اجي احط النتائج ابص عيني لازم تبقى موجوده على اول الرساله او اول البحث للاهداف، واشوف النتائج بتاعتي ومدى ارتباطها باهداف. ولازم النتائج تكون مسلسله تسلسل منطقي حسب مين؟ حسب الاهداف. يبقى مش الهدف الاخير اجيب انا النتيجه بتاعته في الاول. تمام؟ يبقى لازم النتائج تكون في نقاط متسلسله بشكل منطقي،
أو بشكل محاور يحمل كل محور عنوان مستقل مترابط مع المحاور الأخرى. أهم الصفات أو اللي تتميز بها النتائج في الصفات اللي في البحث الجيد يعني تكون مرتبطة بمشكلة البحث وموضوعه، تبعدش عنه، يتم استخدامها بطريقة منطقية متسلسلة، تشخيص الجوانب اللي توصل إليها الباحث بشكل واضح، ويذكر جميع المستجدات. قد يكون الطالب عنده نتيجة سلبية فيخشى إن هو يحطها، يقول لك ده هتبوظ شكل البحث أو هتبوظ شكل الرسالة. لا، سواء كانت نتيجة سلبية أو إيجابية المفترض إن احنا نحطها في الرسالة بتاعتنا. ثم التوصيات. توصيات بناء على النتائج. الكثير جدا من الناس تجد إن توصياتهم توصيات مرسلة، توصيات عامة، توصيات ممكن أشيلها من رسالة محمد أحطها في رسالة زيد وتمشي، ما أحسش فيه اختلاف بين الاثنين، تمام؟ طب أعمل إيه في الحالة دي؟ أنا أربط التوصية بالنتيجة. يعني أنت طلعت النتيجة وقلت والله أنا عندي نتيجة مثلاً إن هنا السكان 70% من السكان ما عندهمش صرف صحي أو بيعانوا من مشكلة معينة أو كلام من، يبقى أفكر بقى بالمقترح للنتيجة دي هعمل لها إيه؟ هقدم لهم إيه هنا؟ ولازم أقعد لهم الآلية، يعني أقول لهم هنعمل كذا، تمام؟ مش أقول مثلا حاجة صعبة إن هي إيه؟ إن إحنا ننفذها على أرض إيه؟ الواقع. يبقى بناء على النتائج اللي توصل إليها يقدم التوصيات، وقد تتضمن التوصيات اقتراح دراسة جوانب معينة للمشكلة لم يتمكن هو من دراستها، أنا خلاص مش قادر أعمل أكتر من كده فعسيب للي غيري يكمل بعد. وهنا نجد ان التوصيات دي ممكن اخد منها انا افكار لابحاث جديده. يعني لو فتحت رسائل بتاعه الماجستير والدكتوراه وجيت على النتائج والتوصيات ممكن اخد من التوصيات فكره لموضوع جديد استكمال للموضوع اللي الراجل كان بيعمله. وفي البحث الجيد فان التوصيات تكون بمثابه استراتيجيات خطط يعني عمل يمكن الاستفاده منها في مجالها، حيث يصبح الباحث على درايه بامور لا يعرفها صانع القرار. طبعا تاني ان التوصيات لازم تكون معقوله وقابله للتنفيذ وعلى شكل مقترحات مش اوامر، مش اقول لا لازم نعمل كذا ولو ما عملناش التوصيه دي الدنيا هتتهد، لا انا بقدم بس ايه، بقدم مقترح، تمام؟ ينبغي ليه صانع القرار، صانع القرار بياخد المقترح بتاعي والمقترح بتاع غيري وبعدين يبدا يدرس المقترحات دي كلها وياخد انسب مقترح وينفذه. صفحة بقائمة الهوامش، وهذه الصفحة لا توضع في الأبحاث المقدمة لدرجة الماجستير أو الدكتوراه، ولكن توضع في الأبحاث المقدمة للنشر، تمام؟ بحط فيها الهوامش. الهوامش اللي بيحطها في الصفحة ديت بتبقى بعض المراجع للاستزادة لمزيد، يمكن الاطلاع على للمزيد عن هذا الموضوع، يمكن الاطلاع على كذا وكذا وكذا، أو أي ملحوظة أخرى حصلت. يعني مثلا صدر القرار رقم كذا بتاريخ كذا، ما ينفعش أحطها في المتن، هبوظ شكل المتن. صدر القرار كذا بتاريخ كذا بفصل مركز ألف عن مركز ب، وهتكلم بقى، تمام؟ هتكلم، حط أي ملحوظة تانية أقدر أحطها في الهوامش. ثم المصادر والمراجع. وهنا لازم نعرف الفرق بين الماستر والمرجع. المصدر هو اللي انا باخد منه المعلومات عندي بكر بيون خام، انا باخدها كبتاع جغرافيا وواحد تاني بياخدها اجتماع واحد، ثم بعد كده بيبدا يعالجها بتبقى في كتاب او في بحث او في انشوره في دوريه الى اخره او في مجله، تبقى ايه، تبقى مرجع. يحط المراجع والمصادر بطريقه صحيحه ومرتبه ترتيبا ابجديا. تاني، المراجع مرتبه ترتيبا ابجديا، تمام؟ وليس ايه ترتيب حسب السنه الاقدم والاحدث، لا، الاقدم والاحدث ده في الدراسات الايه السابقه. وعاده ما توضع المراجع العربيه منفصله عن المراجع الاجنبيه. ثم تاتي المراحل. هنا برضك ملحوظ نجد ان في ناس معتقده ان اخر حاجه في الرساله بتاعتي بتكون المصادر والمراجع، ولو عندي ملاحق احطها قبل المراجع. شفنا كده، شفنا كده رسائل كده يحط الملحق ثم يحط بعد كده المصادر والمراجع. لا، هي حتى من اسمها الملحق، يعني هي اللي بتلحق بالرساله. وبعض الملاحق لما تكون كبيره شويه في الحجم بتبقى رساله جزئين، جزء متن مجلد كده
وجزء تاني مجلد جنبه هو ملحق بالرسالة. يبقى الملاحق تأتي بعد الفراغ من البحث وبعد قائمة المرام. تمام؟ بحط في الملاحق في الملاحق ديت ايه؟ بحط فيها المعلومات التي لا يتسع لها متن البحث ان انا افردها، ولكن ما اقدرش برضو استغنى عنها. البحث ما يقدرش يستغنى عنها، لا يستكمل البحث دونها. وعاده ما يلجا الباحثون للملاحق لاضافه المعلومات ذات المساحه او الحجم الكبير، مثل الصور. مش هقدر احط الصوره الكبيره دي او الخريطه الكبيره دي قوي في متن البحث، احطها في او الجداول الكبيره اللي بتحتوي على بيانات كتيره بتهم الباحث في دراسته. لو حطيتها في المتن هتبقى تاخد اكتر من صفحه، هتبقى جداول مقطعه، هتمل للقارئ، هتبوظ شكل الرساله. فبالتالي بحطها في الملحق. ايضا بحط في الملاحق دي استبيان اذا استخدم الطالب استبيان، بحط نموذج لبطاقه الملاحظه. ولازم اي حاجه في الملاحق اشير اليها في المتن، يعني لما يتكلم واسترشد بمعلومه معينه اقول ملحق واحد او ملحق اثنين وهكذا. تمام؟ ما تبقاش منفصله عن متن الرساله. ناتي بعد كده للجوانب الفنيه، ودي مهمه في كتابه البحث. الحواشي او التسجيل، هي ايه الحواشي او التسجيل؟ احنا قلنا دلوقتي ان الراجل بتاع البحث العلمي هو اللي ممكن يعمل صفحه، يعمل في الاخر خالص قبل المصادر والمراجع صفحه ليه اللي هو مش. طب الراجل اللي هيعمل رساله الماجستير او الدكتوراه بتاعته ممكن يعمل تسجيل بقى، يكتب فيها الملاحظات بتاعته، تيجي عند اخر الصفحه وياخد خط كده ويكتب تحت في الاخر في الهامش بتاع الصفحه الملحوظه اللي هو عايزها، لمزيد من التفاصيل راجع كذا زي ما انا قلت قبل. تمام؟ هي تلك الملاحظات اللي بتسجلها الباحث اسفل الصفحه او حتى في اخر الفصل او في نهايه البحث، بس يفضل في اخر الصفحه، وتستخدم لتوضيح فكره معينه وردت في البحث عايز يتعمق فيها ويشرح تم مثلا استخدام المعادله الاسيه في تقدير عدد السكان عام 2050، والمعادله الاسيه بتقول كذا كذا كذا، وراجع في المعادله الاسيه دي مثلا كتاب فلان الفلاني صفحه كام. تمام؟ ينزل تحت ويكتبها في الملحوظه، الاشاره الى مراجع اخرى تعالج نفس فكره الموضوع، او الاقتراح الاطلاع على كتاب معين، او التنويه الى من ساعد في انجاز فكره معينه. كل الملحوظات اللي عايز يحطها ممكن ينزل تحت في ديل الصفحه ويحطها. يراعى في وضع الحواشي ديت ان هو يحط رقم الهامش في المد بين قوسين طبعا، وعالي شويه عن الكلام، واذا كان باللغه العربيه اذا كان باللغه الانجليزيه ما بيحطش ايه اقواس، وبيبدا الترقيم من اول الصفحه حتى نهايتها، او من اول الفصل حتى نهايته، او من اول البحث حتى النهايه. التلاتة صح. من النواحي الفنية أيضا الاقتباس. والاقتباس ده موضوع يعني كبير، هنحاول إن احنا نلخصه قدر الإمكان عشان الوقت. اقتباس معروف هو نقل معلومة أو فكرة أو فقرة كما هي دون تعديلها، أو بإعادة صياغتها بتصرف، يعني هو يعيد صياغته. بينقسم الاقتباس لاقتباس مباشر وغير مباشر. الاقتباس المباشر اللي هو الكوبي بيست، الاقتباس النصي او الاقتباس الحرفي. عشان كده في الاقتباس الحرفي ده انا ما بغيرش الكلمات ولا الصياغه بتاعه الجمل ولا الفقره، بحطها زي ما هي، باخدها كوبي بيست. اما غير المباشر فانا بنقرا الفقره او بنقرا الجزء اللي انا عايز اقتبس منه دوت، واعيد صياغته بمفهومي انا وبلغتي انا. تمام؟ بس مش شرط ان انا ما اشوهش المعنى الاصلي بتاع المؤلف الاصلي، احطه هو هو برضه المعنى، بس باسلوبي انا وبالفاظي انا. لازم الاقتباس ما يكونش طويل، يفضل انه ما يكونش طويل. ليه ما يكونش طويل؟ لان لو كان طويل هتبقى عباره عن كل ما اقتبس كل مره هستخدم اقتباس طويل هحس ان الرساله عباره عن مجموعه من الاقتباسات لازقه ببعضها كده، انا لصقتها ببعضها فعملت ايه رساله. تمام؟ كمان الاقتباس الطويل ده هيعوقني في موضوع الانتحال، او لما اجي مثلا اخش على النسبه بتاعتي، نسبه الاقتباس اللي واخدها قد ايه، لازم لا اتجاوز 25% والا لن يقبل البحث او الرساله. وبالتالي ابعد شويه عن الاقتباس الطويل.
الحقيقة التوثيق الأشهر عندنا هنا معروف بطريقة الـ ABA أو الـ American Sociological Association، جمعية علم النفس الأمريكية، وهي طويلة جدا، لكن أنا قلت لكم أهم ما في الـ ABA وإزاي أنا بكتب في الاقتباس المباشر والمباشر إذا كان داخل النص أو خارجه. أول حاجة الاقتباس المباشر داخل النص. الاقتباس المباشر داخل النص هو نسخ دون تعديل، عشان كده بحط فيه رقم الصفحة. لازم رقم الصفحة بدقة. ليه؟ لأن هو أنا جايبه زي ما هو كوبي بيست، فلازم أرجع على رقم الإيه؟ رقم الصفحة. بحط الاسم الأخير، بعدين السنة، بعدين فاميلي نيم يعني، وبعدين السنة، وبحط إيه؟ رقم الصفحة. عندي الاقتباس المباشر دوت يا إما يكون اقتباس قليل فكلماته أقل من 40 كلمة مثلاً على سبيل المثال، وفي الحالة دي بينقسم، يا إما يكون في نهاية الفقرة يا إما يكون في نهاية الفقرة، وده حاجة ترجع لي. عايز أحط في بداية الفقرة يبقى لازم أقول مثلاً أشار فلان المؤلف أشار ناصر، وأمسك نفس الطريقة، إيه الاسم الأخير والسنة ورقم الصفحة، بس رقم الصفحة أحطها فين بقى هنا؟ أحطها بعد الفقرة المقتبسة. يبقى هقول أشار ناصف بين قوسين 2017 مثلا، أدي السنة، وأحط الفقرة اللي أنا اقتبستها كوبي بيست بالظبط بين هلالين بين براكتس، وفي آخر الفقرة بعد البراكتس الثانية الأقواس الثانية أحط رقم الإيه؟ الصفحة. أشار ناصف 2017 كذا 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 أنه كذا 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 كذا، خلصت الاقتباس أحط رقم الصفحة. أو أحط في النهاية، أحط في النهاية إزاي؟ إن أنا أحط الفقرة المقتبسة كوبي بيست زي ما هي، وبعد ما تخلص الفقرة أفتح الأقواس بتاعتي وأحط الفاميلي نيم وأحط السنة وأحط الإيه؟ رقم الصفحة. لو كان اقتباس مباشر بقى أكتر من 40 كلمة، وأنا قلت الاقتباس الطويل لا ينصح به إلا عند الضرورة عشان ما يوقعنيش في الفخ نسبة الانتحال إلى آخره، لازم افصله عن السياق وخليه فقره مستقله، ابعد بدايتها عن الهامش، وهنا ما احطش علامات تنصيص. ليه ما احطش علامات تنصيص؟ علشان ده مش كلام الراجل، مش صياغه الراجل نفسه، مش كوبي بيست، ده انا اللي بقول كوبي بيست، بحطه بين علامات تنصيص. تنطبق عليه الشروط السابقه بآلية كتابه الصفحات، هي وتمام التمام، بس بعمل احط الفقره بكلام بصيغتي انا بمفهومي انا، وفي الاخر برضك بحط الفاميلي نيم وبحط السنه ثم رقم الايه الصفحه. طب لو كان اقتباس من النت مثلا، من الانترنت، انا ما عنديش رقم الصفحه هنا عشان احط، واحد كاتب مقال من صفحه او مقالين، تمام، اعمل ايه في هذه الحاله لو عايز اقتبس من صفحه المقال الموجود ده؟ بدل ما احط رقم الصفحه احط رقم الفقره، انا عندي صفحه واحده. طيب ماشي، انا برضك نفس الطريقه، لو هبدا من الاول يبقى هقول اشار فلان اللي الفاميلي نيم السنه وبين قوسين، بين قوسين يعني ايه؟ يعني كوبي بيست، احط الفقره نصيه، وبعدين بدل ما احط رقم الصفحه احط رقم الفقره، احط رقم الفقره. يبقى هقول مثلا اشار ناصف في 2020، واخد الكلام اللي موجود كوبي بيست احطه بين قوسين، واجي في الاخر بعد الفقره دي احط ايه؟ فقره رقم واحد، فقره رقم اثنين، فقره رقم ثلاثه، بدل رقم الصفحة، بدل البيج نمبر، لا انا احط هنا الباراجراف بتاع نمبر باراجراف. طيب، او لو جيت في الاخر هقول او نص الفقره، تمام، وفي الاخر احط برضك الفاميلي نيم ناصف 2020 فقره ثالثه. يبقى هنا الفرق بين الاثنين ان انا احط رقم الفقره انستيد اوف، بدل رقم الايه؟ بدل رقم الصفحه. طب لو كان غير مباشر بقى، نفس القسم، لو كان غير مباشر داخل النص هقول اشار فلان فاميلي نيم واحط السنه واحط الايه؟ الفقره اللي انا حاططها. طب لو اقتباس لمؤلف واحد في نهايه الفقره برضك ابدا بالفقره وفي الاخر احط ايه؟ ناصف والسنه. طب اكتر من مؤلف هقول مثلا فلان وفلان، تمام. هنا بعض الناس بتقول مثلا ايه؟ ناصف واخرون، تمام؟ كتير قوي بنشوفها، هي ماشيه، لكن انا لا افضلها الحقيقه، لان هنا بيبقى فيه شويه من ايه؟ يعني كلمه اخرون دي كده
يعني مش عاطي لزميله أو زملائه التانيين أي أهمية، يعني ناصف وغيره، تمام؟ فيفضل أن أقول إيه مثلا ناصف وزملائه، لكن الاثنين صح. أنا استخدمت استعانت بزميلنا الدكتور أحمد المطيري، فأخدت الفاميلي نيم بتاعه، مثلا نقول أشار ناصف والمطيري، أدي الفاميلي نيم بتاع الاثنين، وحط التاريخ السنة بتاعتي 2020 وحط إيه الفقرة، أو أجيب الفقرة في الأول بعدين أحط برضك الفاميلي نيم بتاع الاثنين. و اسم. طب اذا كان مرجع من تاليف منظمه او هيئه او جهه حكوميه او الى اخره، اعمل ايه؟ اقول مثلا الهيئه هي وكاله الانباء السعوديه وليها اختصار. طب لو هحط الاختصار احط الاختصار بين قوسين، يبقى هقول له مثلا نشرت وكاله الانباء السعوديه ثم الاختصار بتاعها والسنه واكتب اللي نشرته، تمام؟ اول مره هذكر المرجع ده، احط فيه الاسم كامل وكاله الانباء السعوديه واحط الايه الاختصار، كررته تاني مفيش داعي بقى ان انا اذكر الاسم كامل، احط الاختصار على طول، اقول نشره واس 2022 تقرير عن كذا، ده في حاله ايه تكرارها اكتر من المره. لو كان عندي مرجع مثلا من تاليف منظمه او جهه حكوميه او غيرها وعايز احطه في نهايه الفقره، احطه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، نحط اسم الجهه بالكامل في المره الاولى ثم يكتفى بالاختصار في المرات التاليه، حط وكاله الانباء. هنا بقى بحط ايه؟ بحط واس دي بين قوسين زي ما احنا شايفين هندسيين كده، لكن لو هكررها تاني خلاص بحطها عادي زي ما انا عملتها قبل واس 22. طب لو عايز اوثق مقابله مثلا، او واحد بعت له اسئله معينه فبعت لي رد ورايه مثلا في موضوع الدراسه بتاعتي ببريد الكتروني ايميل مثلا او ما شابه، تمام؟ هوثقها ازاي عندي؟ هقول له طيب اشار محمد ناصر، هنا بقى ما بحطش الفاميلي نيم، بحط الفيرست نيم وبعدين بحط الاسم فيرست نيم وفاميلي نيم، ما بقولش اشار ناصر، ده اختلفت هنا. توثيق المقابلات توثيق البريد الالكتروني يختلف عن التوثيق للفيرست. اشار محمد ناصر بين قوسين احط ان دي كانت مقابله وتاريخها كان في التاريخ الفلاني، ثم احط نص الايه؟ المقابله. لو عندي اكتر من مرجع لنفس المؤلف وفي نفس السنه، افرق بينهم ازاي؟ ان انا احط فيهم الحروف الابجديه، اقول مثلا الاولاني كان 2021 الف والثاني 2021 ب، يبقى اشار اوضح ناصف مثلا. مش لازم على فكره التزم بكلمه اشاره 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 في كل مره، لا، ممكن اقول ابدا ابين مهاراتي في اللغه، اوضح فلان بين، تمام، اشاره اكد، تمام، ابدا اغير، لان تكرار الالفاظ في فقره واحده بيثير القارئ ب او بيصيب القارئ ب. وانا حاطط تحيه شويه مراجع شويه مواقع بتعمل نسبه الاقتباس، بعد ما بتخلص البحث بتخش على الموقع بتحمله وبتشوف نسبه الاقتباس، حتى اذا كانت المراجع دي بفلوس فبتعمل حاجه اسمها فتره تدريبيه طيب، ممكن تستخدمها وتشوف انت اقتبست قد ايه عشان ما تتجاوزش النسبه المتفق عليه. توثيق المراجع، التوثيق هو ارجاع المادة العلمية المكتوبة إلى مصادرها زي ما ذكرنا، وهنا بتختلف الآراء. هل أحط في قائمة المصادر والمراجع، هل تحتوي القائمة على المراجع اللي أنا استفدت منها فعلا، ولا المراجع كلها اللي أنا بتمثلني مثلا تراكم معرفي أو الثقافه بتاعتي مثلا، تمام، ان انا ما استفدتش منها فعلا. لكن الافضل ان انا احط المراجع اللي انا استفدت منها فعلا في البحث بتاعي. لغه البحث، احنا لسه في النواحي الفنيه، لغه البحث واسلوب، لا يكتمل البحث الا باللغه السليمه والاسلوب الجيد. لازم تكون اللغه مفهومه وواضحه، واتجنب تكرار الالفاظ في نفس الفقره، تمام، وأتجنب الألفاظ العامية والكلمات الشاذة غير المفهومة، ولازم تكون في دقة في الصياغة في عرض المعلومات، ومفيش داعي للحشو والإسهاب، وأبتعد عن الجمل اللي تدي أكتر من معنى بحيث إن يبقى الكلام غير واضح. ولو أنا استخدمت مصطلح باللغة الأجنبية لازم أكتب جنبه ما يوازيه باللغة العربية. وانتبه لقواعد النحو وانا بكتب البحث التالي، تمام، حتى لا يتغير
المعنى. ويحضرني في هذا المقام طالب في رسالة معينة كان كتب لي كلمة خاصة بالنون ته نون، يعني حتى يعني في ناس تقول لك أنا هكتب زي ما أكتب وفي الآخر حودي الرسالة بتاعتي لمراجع أو مدقق إملائي هو اللي هيشوف. لا، أنت مش لازم تودي الرسالة بتاعتك لمدقق إملائي تكون الرسالة بايظة خالص، هو يبدأ من جديد. تمام، لازم يكون عندك، انت بتعمل ماجستير او بتعمل دكتوراه، لازم يكون عندك على الاقل الحد الادنى من القواعد النحويه. قلت له يا فلان النون دي مفيش حاجه اسمها خاصه بالنون، قال لي انا طول عمري باخدها كده وبنسى. تمام، يبقى لازم ننتبه لقواعد النحو الاملاء ومراجعه النص. دكتور محمد، نعم، الوقت بس عشان نفتح المجال للزملاء. طيب، والمناقشه افضل يعني من طيب. بسرعة شديدة في الكم الشريحة اللي جاية ديت، طبعا دي مرحلة الطباعة مطلوب منها. أهم الملاحظات اللي بتبقى متكررة في البحوث وفي الدراسات إن عنوان الدراسة ما بيعكس محتوى الدراسة، ومش غير عنوان توادي والدراسة والمت جوه في وادي تاني. عنوان الدراسة بيبقى مش مختلف خالص عن متن الدراسة. أيضا من ضمن الملاحظات الحشو والإسهاب، كتر التكرار، كلام ملوش لازم. بلاقي ان احيانا الطالب بيبقى فيه ذاتيه في الكتابه، اللي كل شويه نلاحظ كذا، نلاحظ، نفهم. تمام، يستخدم نون الجماعه تمام. لا، طب ما اعمل ايه، احلها ازاي؟ ابني الفعل المجهول. تمام، او مثلا تقول ايه بدل ويلاحظ كذا تقول ممكن ايه تمت يتبين كذا، يتضح. فاهم؟ مش لازم تقول ايه نلاحظ، مش لازم تستخدم نون الجماعه. عدم وجود تمهيد للفصل، ودي كويس جدا ان انا لما احط لكل فصل تمهيد، ويا ريت كمان اقفل الفصل بحاجه اسمها خلاصه. وفي فرق هنا بين التمهيد والمقدمه. تمهيد للفصل هو فرشه، مدخل للفصل، والخلاصة بتاعة الفصل بتقول أهم حاجة، أهم عناصر وردت في الفصل، الحاجات اللي أنا عملتها في الفصل. وبالتالي بربط الخلاصة بتاعة الفصل ده بالتمهيد بتاع الفصل اللي وراه، فبتكون الفصول كلها إيه، ملتحمة ومتماسكة مع بعضها البعض. توحيد مفردات الدراسة، مش مرة أقول له أهداف الدراسة والتانية أقول له أهمية البحث. لا، أنت عايز تستخدم دراسة، يبقى خلاص من أول كلمة لغاية آخر كلمة في الرسالة بتاعتك هنستخدم كلمة دراسة. وجود مراجع في المتن لا تشملها قائمة المواد. بنلاقي أحيانا كتير جدا المراجع موجودة في المتن مش موجودة في، أو العكس، بنلاقي مراجع موجودة في قائمة المراجع مش موجودة في المتن. لازم المراجع اللي موجودة في المتن هي نفسها اللي موجودة في قائمة المواد. ترتيب الدراسات السابقة من الحديث للقديم، ده خطأ طبعا، لازم أكتب من القديم للحديث، وإن أنا أراعي التراكم المعرفي. كتابة عنوان الدراسة أو الرسالة في الدراسات السابقة، ده بعضك من أخطاء الشائعة. بعضك الناس بتنسى تعقب على الدراسات السابقة، أو بتنسى تقول طب أنا دراستي هتعمل إيه، أنا اللي هضيف إيه للموضوع، هضيف إيه للدراسات السابقة. تمام، برضو المنهج المستخدم، ما بتقولش أنا استخدمت إيه المنهج اللي أنا استخدمته. في النتائج ما بتخشش في النتيجة، نيجي نشوف النتائج يقول لك إيه، بيانات الدراسة أن كذا وكذا وكذا، بيانات الدراسة أن معدل النمو السنوي يرتفع. لا، دي كلها مقدمة ملهاش لازمة، أنت خش بالنتيجة دايركتلي مباشرة. إيه النتيجة؟ بدل ما تقول بيانات الدراسة أن معدل النمو السنوي يرتفع كذا كذا، تقول ارتفاع معدل النمو السنوي، انخفاض مش عارف إيه، وجود ثبوت علاقة طردية بين كذا وكذا، يبقى أخش في الموضوع مباشرة. أيضا من الملاحظات عدم ارتباط النتائج بالأهداف، وإحنا قلنا في الأول لازم النتيجة تبقى مربوطة بالهدف، ثم في التوصيات بتكون توصيات عامة ومرسلة، ولازم التوصيات تكون مرتبطة بالنتيجة بتاعتك. كده أنا قلت ما لدي في بخصوص كتابة تقرير الرسالة أو البحث. فإن كان هناك من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان هناك من نسيان أو سهو فمن نفسي. وشكرا لحسن الاستماع، واترك المجال لسعاده الدكتوره سلام. تفضلي. شكرا دكتور محمد ناصف على هذا التقديم، وان شاء الله الحين نتيح المجال
للأسئلة. شكرا دكتور محمد ناصر. تفضل دكتور عامر. تفضل دكتور عامر. أيوة. السلام عليكم. أولا حقيقة أشكر الدكتور محمد ناصف على هذا العرض الجميل المتسلسل ومفهوم بشكل واضح لطلابنا إن شاء الله، وحقيقة جهد رائع منك. فأتمنى حقيقة لو حولت هذه المحاضرة إلى ملف إرشادي لطلاب الدراسات العليا، حقيقة سيكون مفيد جدا. وأنا أشكرك حقيقة، لا شك أنك بذلت جهد كبير حقيقة في إعداد هذه المحاضرة. النقطة الثانية حقيقة، أنا يعني دخلت كنت أتوقع عن البحث العلمي، لكن بعدين لما قرأت العنوان عرفت أنها عن خطط الرسالة أو الرسالة بشكل عام. عندنا إشكالية أيضا قضية المجلات العلمية والبحث العلمي ينشر في المجلات العلمية. تجد المحكمين، معظم المحكمين مع الأسف أنه تحكيمهم مبرمج على الأطروحات، على الرسائل العلمية. فأتمنى حقيقة، أتمنى أن يكون لك أيضا استكمالا لهذا الموضوع موضوع آخر، اللي هو مقارنة المجلات العربية بالمجلات الأجنبية. يعني أنا سحبت بحث من مجلة لأن اختلفت معهم اختلاف كبير حقيقة، لأنه أرى أنه المحكم يرى بحثي كأنه رسالة علمية. قلت يا أخي أنتم مبرمجين على الرسالة، يعني شوفوا الأبحاث الأجنبية كيف مقدمة بسيطة وكذا وكذا، ثم يدخل شكل شكلين وينتهي البحث. فأتمنى أنك تعمل يعني تواصل هذا الجهد الجميل في محاضرة أخرى، ولك الشكر والتقدير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتور عامر. تعقيب طبعا كتشارك على الكلام الجميل دوت، بس أنا أحب أذكر حاجة بسيطة. لما جيت تقدمت في لدارة الأستاذية بصوت معايا، لما جيت تقدمت لدارة الأستاذية فعرفت إيه هي عناصر تقييم البحث هناك عندهم في اللجنة العلمية، وكانت العناصر سبعة هقولهم بشكل سريع جدا. أول حاجة في تقييم البحث زي ما حضرتك بتقول الأبحاث بتقيم إزاي بيبر، يعني خصوصا بيبر الترقية. أول حاجة هناك في المجلس العلمي في مصر الشكل العام ودقة اللغة، اثنين وضوح الهدف والمنهجية، ثلاثة التوثيق ومدى شمولية المراجع وحداثتها، أربعة الأصالة والابتكار والقيمة العلمية للمضمون، خمسة عمق المناقشة وسلامة الاستنتاجات، ستة طريقة ودقة العرض، سبعة مدى قابلية النتائج للتطبيق. ودي مختصة بالأبحاث اللي في المجلس العلمي أو العناصر في البحث. تمام؟ تفضل يا دكتور سليم. شكرا دكتور عامر المطيري، وشكرا دكتور محمد ناصف على هذا التعقيب. اتيح المجال إذا كان في أي سؤال آخر. عندي تعليق يا دكتور. اتفضل دكتور. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. فبداية نشكر سيد الدكتور محمد ناصف على هذا العرض الشامل، ونرجو أن تكون قد عمت الفائدة إن شاء الله منه. و أريد فقط أن أعلق على بعض النقاط. الأولى حقيقة ذكر الدكتور محمد اللغة العربية، وأنا أريد أن أعلق على هذه بأن الجغرافيا حقيقة هو في أصله أدب. أذكر عندما طغت التحليلات الإحصائية على أبحاث الجغرافية في فترة الستينات وحتى في فترة الثمانينات، وبحيث أنك مثلا إذا تقرأ الأنالز أوف أمريكان جيوغرافرز
تجد أن البحث كله معادلات، فلا تفرق بين البحث الجغرافي، هل تدري أنه بحث رياضي في الرياضيات أم بحث في الجغرافيا؟ فأذكر أنه رئيس الجمعية الجغرافية الأمريكية عاب عليهم هذا، وكتب مقالة رائعة اسمها The Art of Geography، اللي هو الأدب الجغرافي، وعاب عليهم وقال أنه يجب أن تنتبهوا للغة، الجغرافيا لغة، الجغرافيا أدب. ولهذا ما علاقة هذا الكلام بما نقرأه مثلا من رسائل الأبناء والبنات في القسم؟ ستجد أن التحليلات، أن الأشكال جميلة، ستجد أن الجداول مرتبة ومنسقة، ستجد كذلك إن شاء الله أن التحليلات الإحصائية صحيحة، ولكن عند العرض تأتي المشكلة. أولا الأخطاء الكبيرة جدا في النحو، الأخطاء في الإملاء، الأخطاء في كل شيء، فالأسلوب، فتجد أن هذا الجمال الذي اتصفت به الرسالة يختفي بمشكلة اللغة. ولا مانع من الشخص يعرضها على مصحح لغوي. أنا أذكر حتى في أيامنا كان في الجامعات الأمريكية وغيرها مثلا ناس يحترفون التحرير، تحرير اللغات حتى للأمريكيين، فيصححون لهم رسائلهم ويعيدون صياغتها، وهذا جميل جدا. على أي حال، النقطة الثانية اللي أريد أعلق عليها هي أن الإطار النظري حقيقة من الأشياء التي يتجاهلها الطلاب في رسائلهم، فتجد في رسائل الماجستير ينتقل الطالب إلى الدراسات السابقة بدون المرور بالإطار النظري. الإطار النظري هو الأساس حقيقة، لا بد للدراسة أن تحوي إطارا نظريا، ليس بالضرورة هو عرض للنظريات. المعروف أنك إذا كنت تبحث في الجغرافيا الطبيعية فأنت تعتمد أصلا على قوانين ونماذج لماذا لنا تندر فيها النظريات، لاعتمادها أصلا على قوانين ونماذج العلوم الطبيعية والكيميائية. وفي هذا الحالة يستعرض الباحث كل ما له صلة بدراسته في القوانين والنماذج وبيان صلتها بدراسته، هذا في الإطار النظري. إذا كان في الجغرافيا البشرية فتكثر فيها النظريات، ولذلك ينبغي الباحث كذلك أن يستعرض النظريات ما له صلة بدراسته، وخاصة ما يشتق منه الفرضيات. هذا الحقيقة الأطر النظرية مهمة جدا، لأن هي اللي توحي لنا في معرفة يعني الباحث وعلو كعبه في التخصص الذي يكتب فيه، وهذا سيستفيد منه كذلك في بناء إعداد المقدمة واشتقاق الفرضيات وبناء الأدوات وتفسير النتائج كلها، بالإضافة إلى أن شخصية الباحث تبرز هنا. لماذا؟ لأنها تدل على علو كعبه في القراءات، القراءات التي قرأها مثلا كتب الأصولية. الإطار النظري، الأطر النظرية تشتق من الكتب الأصولية، لا تشتق من رسائل أخرى أو أبحاث عادية، إنما تشتق من الكتب الأصولية التي قرأتها في التخصص اللي تكتب فيه. ما إضافة لذلك، في الدراسات الحقيقة السابقة يعني عندنا إشكالية، الدراسات السابقة الطلبة يعرضونها كبيبليوغرافيات، بمعنى أنه درس فلان درس علان إلى آخره، لكن حقيقة هي ليست كذا، حتى أنه في الأبحاث العالمية لا تجد هناك من يفصل بين الإطار النظري والدراسات السابقة، بل هما مرتبطان، لأنه أصلاً أنت حقيقة وأنت تعرض الإطار النظري فأنت تشير إلى الدراسات التي أجريت في هذا،
ولكن الطلبة والمناهج حقيقة أنا فوجئت بهذا عندما رجعت الولايات المتحدة أنهم يفصلون بين الإطار النظري والدراسات السابقة، وهذا أسهل على الطلاب ويجدونه مريحا، بحيث أنهم حقيقة أهملوا الجزء المهم اللي هو الإطار النظري وبدأوا يركزون على الدراسات السابقة. الدراسات السابقة هي حقيقة ما عمله الآخرون، بينما الإطار النظري أنت تكتبه من خلال ما عمله الآخرون، وبهذا فتكون دراستك على مستوى راقي إذا أنت اهتممت بالإطار النظري وأوجدت فعلا أن رسالتك تعتمد تستند في إلى مخزون علمي في هذا التخصص، وأنك تعرف هذا المخزون، أنك مطلع عليه، وأنك كذلك متخصص، ستكون متخصصا فيه. هذه مهمة جدا، ولذلك إذا استطعتم أن تخلطوا ما بين الإطار النظرية والدراسات السابقة في مع بعض يكون أفضل، إن لم تستطع فخلك على الأقل توجد إطار نظري ومن ثم دراسات سابقة، وهذا يكفي. في مسائل كثيرة حقيقة كنت أريد أن أنبه لها، لكن على كل حال ما أريد أخذ الوقت، لكن فقط أريد أن أذكر في ما يتعلق بفرضيات الدراسة. فرضيات الدراسة يعني كثير من الرسائل تهملها تماما عندنا بالذات، لم أجد من يذكر فرضيات دراسة أبدا، يعني يكتفون بأسئلة الدراسة عن الفرضيات، ويفعلون خطأ آخر وهو تقديم الأهداف على الأسئلة. أصلا الأهداف هي مشتقة من الأسئلة، هي إعادة صياغة للأسئلة يا أخوان، ولذلك تأتي الأسئلة أولا، تسأل السؤال ثم تضع هدف لتحقيق الجواب، جوابا لهذا السؤال، هذا الترتيب المنطقي. لذلك في النقاط التي كذلك يقع فيها الطلاب ويهملونها هي مجتمع الدراسة، يعني وكيف تسحب منه العينة، وهذه نقطة جوهرية. أنت يجب أن تعرف أن هناك مجتمع لدراستك، لازم تحدده سواء للطبيعي أو بشري. إذا عرفت هذا المجتمع فمن السهل جدا أن تسحب منه عينة، أو تدرسه بالكامل ويصبح حصر شامل. إذا كان حصر شامل، إذا كان بإمكانك أن تعمل حصرا شاملا له فهذا ممتاز، وإن لم تستطع فاسحب عينة، يجب ألا تقل أبدا إطلاقا عن 10%، إذا نزلت فكذلك سيكون أقل. يعني مسألة أن المتوسط، متوسط العينة المفترض أن يمثل مجتمع الدراسة، أن يمثل المجتمع، وكلما زاد عدد العينة ستكون أقرب إلى أن تكون نتائجك من خلال أن خصائص المجتمع ستمثل من خلال خصائص العينة. إذا قلت العينة فكذلك تقل احتمالية أن تكون فعلا تستطيع أن تبين خصائص المجتمع من خلال خصائص العينة، وهذه إشكالية كبرى. ولهذا فأنا أحثكم حقيقة على عدم الكسل وزيادة أفراد العينة. لماذا؟ لكي تكون ممثلة تمثيلا حقيقيا لمجتمع الدراسة. الاهتمام كذلك بمساويات القياس عند مثلا عندما تريد أن تحلل دراستك، يجب أن تعرف المتطلبات كل مثلا سلوم من الأسيب الإحصائية. والدكتورة مقري كلمنا، ألقى عليكم محاضرة في هذا الحقيقة كانت مهمة جدا. فمثلا السلوم الاسمي يختلف عن الفتري، يختلف عن مثلا النسبي، كلها تستطيع يعني ما تستطيع مثلا على اسلوب مثلا اسمي ان تستخدم فيه مثلا معادلات الانحدار. الكمبيوتر يبي يطلع لك ارقام، يبي يطلع لك ارقام، لكن ارقام خاطئه،
أرقام خاطئة، ولهذا تنتبهون لهذا انتباها جيدا وتقرؤون في الكتب الإحصائية. أنا حقيقة لا أريد أن أسوي دعاية لكتابي اللي هو المدخل إلى إعداد البحوث والرسائل في العلوم الاجتماعية، لكنه موجود على كل حال، من أراد منكم أن يقرأه هو بأسلوب مبسط حقيقة، وتستطيعون يعني عالج كثير من هذه الأمور. أريد أن أعلق في النقطة الأخيرة إذا سمحتوا لي عن مسألة الخلاف في الجي آي إس، وهل هي أسلوب أم أداة أم غيرها. أنا حقيقة لن أتطرق إلى ما تعلق فيه، لكن حقيقة هي مشكلة واجهناها. المشكلة هي، وأنا ما أدري كيف لعل رئيس القسم يعلق على هذا، الإشكالية اللي واجهناها في فترة من الفترات إنه صار فيه انبهار شديد جداً بتقنيات الجايس والاشتراك عن بعد وغيره، بحيث أنه مثلاً الطالب يأتي ويطبق مثلاً أو يستخدم مثلاً الأرك جايس وغيره وكذا في رسم الخرائط في رسالته، مثلاً هو متخصص بالسكان أو متخصص بالسياحة أو متخصص بغيرها، ثم يقول أنا متخصص بالجايس. يا ابن حلال، طيب درس موادك في السياحة في السكان، يقول لك لا أنا متخصص بالنظم معلومات الجغرافية، وكانوا يتعاركون على المواد فيها، وهذه إشكاليات حقيقة. إضافة إلى أنهم مثلا يسوقون أنفسهم كمتخصصي نظم معلومات جغرافية. أنا أقول حقيقة أن الجغرافية هي أدب مثل ما ذكرنا وتخصصات، أنت متخصص في الجغرافيا الطبيعية وتستخدم نظم معلومات جغرافية وتستخدم استشعار، ممتاز جدا، لكن أنت تعرف لهذا البرنامج وتعرف لهذا الأساليب وتستطيع أن تحلل من خلاله، لكنها لا تنسى تخصصك الأساسي. التخصص الأساسي هو الأساس، لا نبتعد عن الجغرافيا. أنت متخصص جمورفولوجيا، متخصص في الجغرافيا البشرية في السكان في كذا إلى آخره، كلها لا تبتعد عنها. افتخر بما تعرف في نظم معلومات جغرافية، افتخر بأنك تعرف الاستشارة عن بعد، ولكن لا تنسى أنك في أولا وأخيرا جغرافي في فرع من فروع الجغرافية. لا أريد حقيقة أن أستهدر الحديث، هي أشياء كثيرة جدا. أنا أرجو للطلاب التوفيق، وشاكر لدكتور محمد ناصف، أستاذ دكتور محمد ناصف، على أن أتاح لنا هذه الفرصة وعن هذه المحاضرة القيمة. شكرا لكم. شكرا دكتور عبد الله الوليعي، ونتيح الآن إذا في أي سؤال أو أي مداخلة. سمحتي دكتورة؟ اتفضل دكتور. اي انا اليوم برد على الدكتور عبد الله، ومثل ما الدكتور ناصف ايضا كان عنده بعض الأشياء، فما أدري وش في مع الجايس اليوم، شكلهم معهم عندهم مشكلة معه، لكن عشان كذا إحنا بعلق عليهم. يعني طبعاً أتفق يعني بما ذكر. طبعاً في البداية أشكر الدكتور محمد حقيقة على الجهد، محمد شوقي على الجهد المبذول، وبدون شك طلبتنا يحتاجون مثل هذه المحاضرات، ويحتاجون تذكير، ويحتاجون يعني توعية بهذه الأمور. أعرف الموضوع كبير، لأن الدكتور أنا شخصت أو قيمت محاضرته محاضرة كبيرة جدا، يعني كل جزئية فيها تحتاج محاضرة مستقلة. عندما ذهب إلى الاقتباس وآلية الاقتباس، هذا موضوع كبير مرة. عندما ذهب أيضا إلى مواضيع الكتابة الأكاديمية، هذا موضوع منفصل. الهيكل الخطة والرسالة وكيف تكتب، هذا موضوع آخر كبير. فهو يعني حاول أن يلخص لنا الرحلة العلمية كاملة للطالب بشكل مركز، لكن كمواضيع تفصيلية أجزم أن كل موضوع ذكر الدكتور يحتاج إلى أيضا ذكر عرج على المناهج، والمناهج نعرف ما فيها وما فيها من عمق، يعني وفيها مدارس مختلفة وأراء وتقسيمات، ويعني يعني في أمور كثيرة. يمكن دكتور محمد أربع مواضيع قدمها اليوم أساسية في البحث العلمي في محاضرة واحدة، ف
فأشكره على النظرة الشمولية، وإن شاء الله أن المواضيع الفرعية هذه من الزملاء الآخرين يكملون في القسم يتناولون المواضيع الاقتباس كموضوع، المناهج كموضوع، الكتاب الأكاديمي كموضوع، الهيكلة والأخطاء الشائعة بالرسائل كموضوع عموما منفصل. أما ملاحظة الدكتور أستاذنا الدكتور عبد الله، أنا ما ودي صراحة داخل بس ذكرني بالاسم، فكنت لازم أني يعني أبدي وجهة نظري حول الموضوع. أنا أتفق بما ذكره حقيقة، الجايس أو ريموت سنسنج وغيرها من التقنيات، سواء اتفقنا أو اختلفنا هل هي أداة أو علم، هذا موضوع يعني ما أقدر أجبر أحد أنه يمشي على هذا النهج. ولكن مثل ما تفضل الدكتور، البعد التخصصي، وأنا أقول للطالب دائما يأتي عندما تفسر النتائج. يعني إذا أنت عندما الحاسب الآلي ينتج لك بيانات أو أرقام أو تحليلات أو خرائط يعني من موديل يعني أنت عملت عليه، هنا يبدأ حسك الجغرافي والبعد الجغرافي والتخصص الجغرافي في كتابة وتفسير هذه النتائج. الكمبيوتر ما يستطيع أن يفسر، الكمبيوتر يعطيك نتائج، يعرض لك المنتجات، يعالج لك البيانات، يعطيك أشياء لا يمكن أن تعملها يدويا. أعطيك مثال، مثلا شيء مثال بسيط يعني هذا يتضح هنا أهمية الجايس. مثلا نبي نختار مثلا إقامة مدرسة جديدة في إحدى المدن، احنا نعرف ان نستخدم المنهج الاوفر لي العادي التطابق، ونستخدم منهج الملائمه المكانيه، ونستخدم تحليل الهرمي عشان يعطينا معايير مدرسه لا تبعد عن مدرسه اخرى، ويصير عباره عن لايرز لايرز لايرز، يعني مجموعه من الطبقات يقوم النموذج الحاسب الالي بمعالجتها حتى يعطينا المكان الامثل. اذا احنا عملناها ورقيا معناها بنجيب خريطه ورقه شفاف للطرق وخريطه شفافه للسكان وهكذا حتى نسقط عليها مثل الطرق القديمه. فالجائز بيعطيك هذه الاشياء ولا يمكن تعملها الا بالجائز، يعني ليس هناك طريقه اخرى الا الطريقه اليدويه اللي هو العمل عن طريق ورق شفاف والطبقه لكل طبقه، وهذا اسلوب قديم ويمكن ياخذ 6 شهور، انا ممكن اسوي لك الجائز في ساعه. لكن وش الخطوره هنا؟ الخطوره هنا اذا انت ما تعرف المعايير واشتراطات البلديه، اذا انت ما تعرف في التخطيط، اذا انت ما عندك شيء في النظريات المستخدمه في عمليه الخدمات وتوزيع الخدمات ونظريات النقل والاخر وبعض النظريات الموجوده، اذا انت ما عندك خلفيه في جغرافيه الخدمات، انت ما عندك خلفيه مثلا في جغرافيه النقل في التحليل الاحصائي، ما راح تقدر انك البرنامج بيعطيك نتائج، بس انت ما راح اول شيء ما راح تكون عندك، راح يكون عندك عدم اليقين. هل هذه النتائج حقيقية؟ هل هذا الموقع هو الموقع الأمثل؟ هل اللايرز اللي دخلتها أنا كطبقات كمؤثرة في اختيار الموقع، هل هي فعلا هاي الطبقات أو في طبقات أخرى أنا أهملتها؟ يعني ممكن يهمل مثلا من اشتراطات البلد إن المدارس مثلا ما تقع على شارع عام عشان عبارة سلامة الطلاب وإلى آخره، وبالتالي ربما أنا ما وضعت المعيار هذا فأعطاني موقع غلط. ممكن أنا ما وضعت إن والله استخدام الأراضي، هل الأرض هذه تجارية أو صناعية؟ إذا أنا ما حددت اللاند يوز حق الأرض في الموديل تبعي راح يعطيك في أي مكان، أنت ما عندك خلفية في الدراسة. فهذه هنا يبان التخصص الحقيقي، وأنا أتفق مع الدكتور عبد الله إن لازم تفتخر بالتخصص سواء في الطبيعي أو البشري أو حتى الفرعي اللي داخل البشري والطبيعي، عشان أنت تقدر تحكم وتقدر صح. إحنا كلنا عملنا على نماذج، وأحيانا نقول لا مو معقول يعني في شيء خطأ، وفعلا نبدأ نشيك على المدخلات. أنت تعرفون يعني garbage in garbage out، هذا معروف، إذا أنت مدخلات عندك غلط أكيد مخرجات غلط، فبالتالي نقول لا عندنا خطأ في المدخلات. أيضا ندخل في مسألة أخرى أيضا الأوزان، هل معيار السكان وحاجة السكان مدرسة زي معيار مثلا أن المدرسة ما تكون جنب ورشة مثلا، هذا من الشروط المدارس الموجود كمثال يعني، أو مستشفى ما يكون جنب ورشة مزعجة للمرضى. فهذه الأشياء المكتبية والتخصصية والتحليلية الموجودة هذه يبرز هوية الجغرافي، لأن أي أحد تقني فني ممكن يعمل لك، ممكن يقول والله تعال وش المعايير اللي تحتاجها، عندي 9 معايير احولها كلها النموذجه خرائطي الى لايرس وادخل في المودل واطلع النتائج. طيب مين يفسر النتائج؟ مين بيحللها؟ مثل الاسبيسس بالضبط، عندما تعطيه الارقام وتحلل في نتائج، طيب مين يفسر النتائج ومين يتخذ القرار فيه ومين يضع التوصيات بناء عليه؟ فهذا انا اتفق مع الدكتور عبد الله في هذا الجانب بشكل كبير، انه لابد. ودائما انا عندما اجد ان الطالب، انا ما اهتم كثير في عمليه ان الطالب كيف عمل التقنيه وكيف عمل الموديل وكيف، انا دائما نشوف الطالب عندما يبدا يتكلم عن النتائج، هنا يبان التخصصيه، يبان القراءه، يبان العمق.
فتخيل معي يعني إخواني الأعزاء، تخيل معي أن شخص باحث تقني ممتاز ومتمكن من تخصصه في الجانب النظري والتحليلي، أنا أجزم 100% أن البحث بيكون من أروع الأبحاث. لماذا؟ لأنه جمع بين الحسنين، جمع بين أنه عنده بعد تقني قوي جدا وعنده أيضا عمق في تخصصه، خاصة عندنا في الجغرافيا يعاب علينا أن إحنا ناس شموليين نكتب في كل شيء يعني، وعندنا تحولات عجيبة في التخصصات عندنا. يعني واحد اليوم تحصل جغرافيا مثلا تحصل خرائط، بكرة يصير نقل، بكرة يصير إحصاء، بكرة يصير سكان، هو نفسه يتحول مدك شنو يتحول. فعندنا أحيانا المدرسة أو البعد الشمولي عندنا هذا اللي خلى أبحاثنا للأسف سطحية. يعني أوكي زين أنك تبحث في الجغرافيا مجالات أخرى، لكن أستغرب أحيانا أن يعني بعض الباحثين أجد يشرف على مجالات عمره ما بحث فيها وعمره ما عنده كتابات فيها أصلا وعمره أساسا مو هذا مجال، وتجد يشرف ويبحث ويدرس شيء عجيب أحيانا. هذا اللي خلانا نحن في جغرافيين في بعض أبحاثنا وبعض ذا إن إحنا سطحيين بعض الأمور. لذلك التخصصية لابد أن تحترم، الخلفية العلمية لابد أن تحترم، والوصول لابد أن موجودة. فالتقنية ليست عيب، واستخدامها بالعكس هو إجباري الآن، مو بس في الجغرافيا وغيرها من التطبيقات. وأنا أجزم أن حتى في الجغرافيا الطبيعية في بعض الدراسات لا يمكن أصلا أن تجريها إلا بالتقنية، لا يمكن. يعني أذكر مثال قدامك أضرب فيه يعني دائما، يعني في يعني استخلاص الروافد المائية ومساحة الحوض والسطال والأخير. يعني أذكر أنا اشتغلت عليها يدوية في القسم أيام بكريوس، أنا اشتغلت في القسم، وكنا نجيب خرائط طبوغرافية 50,000 ونلصقها جنب بعض، نلصقها جنب بعض يمكن نفرشها في قاعة القسم كاملة ونلصق عشان نحدد بس الحوض، ثم نبدأ نرسم الروافد، وكان ممكن يجلس الفصل ويكمل الطلاب اللي بعدنا في المستوى الثاني يكملوا المشروع. طيب عندما أتت الجائز والتقنيات وجبنا الديجيتاليفيشن موديل اللي هو نماذج الارتفاعات الرقمية بوضوح جيد ومصحح بكليك واحد بيعطيك مساحة الحوض دقيقة 100%. يعني حتى عندنا رسالة ماجستير وأنصحكم أنكم يعني أيضا اللي يعني تراجعها، مقارنة بين الطريقة اليدوية في الدراسات المورفومترية والطريقة الآلية، موجودة في القسم رسالة ماجستير من 10 سنوات تقريبا، وشوف الفروقات. هل هذا وقتها متى؟ في بداية ثورة الجائز. وأذكر أنا في مجموعة متخصصة في الجغرافيا الطبيعية، معليش أضرب مثال عشان تعدل الجغرافيا الطبيعية، أذكر أنهم يعني في ذلك الوقت كانوا منصدمين، يعني كان عندهم صدمة تقنية. ليش؟ لأن هذا يسمى بالأمية التقنية، يعني هو مو متصدق أن هذا العمل، أنا كجغرافي مثلا كجيموفولوجي مثلا، أو هذا العمل يأخذ مني 6 شهور إلى 8 شهور عشان أنجزه، خاصة إذا كان مساحة الحوض كبير أو منطقة متداخلة، أو أحتاج مثلا 12 شهر خريطة ورقية عشان أشتغل عليها. الآن تقنعوني أن أجيب ديجيتال ديم من جهة معينة مصحح أستخرجها بكليك واحد، هذا يقول ثورة عالمية ما صارت مثل هذا. ولكن نرجع نقطة الأساسية، إذا كان الشخص غير فاهم في الجيموفولوجي وغير فاهم في الأصول في الأصول التخصص وغير فاهم، ممكن البرنامج فيه خطأ في الدم أصلا من السورس نفسه، في البكسل في إيرورس غلط، بيعطيك روافد غلط، بيعطيك مساحة حوض غلط. لذلك أنت أحيانا كباحث وعندك يعني تخصصية تقول لا في إيرورس موجودة، في شيء في الأنبت لازم إني أراجع، وهذا ما يأتي إلا المتخصص الخبير. أما الطلاب يعني ما لهم حقيقة أن يأخذ دم من جهة معتمدة أو جهة موثوقة في البيانات الجيومكانية ويحطها كأنبت ويطلع نتائج ثم يكتشف أنه والله غلط، مثل ما يحدث أحيانا في بعض الدراسات الأودية أن يكون في سد مثلا، وتعرفون أثر السد في الوادي يغير خصائص مونتري الوادي كان مثلا، المود يتكلم في التخصص وأبحث فيه. بس قضية اللي تكلمها الدكتور عبد الله هي قضية نعاني منها حقيقة، إما نكون تقنيين يتوجه جماعة يعني مجموعة كبيرة للجانب التقني ويركزوا عليه 70% ويهملون أصل التخصص والاهتمام والتخصص العلمي يكون 20-30%، هذا بيكون بحث ضعيف 100%. أيضا العكس المقابل، إذا كان شخص متمكن وقارئ وعنده أيضا المتعمق في تخصصه ولكن تقنيا ما يقدر يستخدم الجهاز، عنده ضعف، يعني يقوله مثلا 80% نظري و20% تقني، هذا برضو طالب ضعيف أو باحث ضعيف. لكن الأصل فيها هي الموازنة، لا إفراط ولا تفريط. عندما أنت والله متمكن من تخصصك ما يمنع أني أطبق التقنية، ولكن عندما تعطيني التقنية نتائج لابد أن أعرف. هذا يعني هذا شيء مهم، مو بس كنا كطلاب، إحنا حتى كباحثين، إحنا أيضا كمتخصصين، إن إحنا لازم
ما نندفع وراء التقنية بشكل كبير جدا بدون وعي وبدون تخصصية. وأنا أجزم ومتأكد إن الذي يطبق التقنية في مجاله الدقيق سيكتشف خطأ التقنية وسوف يقوم بتصحيحها ومراجعة المدخلات. أما الشخص اللي يطبق في كل ما هب ودب هذا لن أساسا لا يفهم في تخصصه ولن يعرف الخطأ الواقع أساسا من الناتج من التقنية. وهذه هي المشكلة اللي نعاني منها كثير وكل الأبحاث وأنا أعرف يعني ما أتكلم على الأبحاث دراسات عليا أنا عضو هيئة التحرير في مجلتين من أكبر مجلات جغرافية في الوطن العربي وشوف الأخطاء الكارثية اللي يقع فيها الزملاء أساتذة وبعضهم أستاذ مشارك وبعضهم أستاذ مساعد وبعضهم خبير. لماذا؟ لأنه اندفع وراء التقنية، شاف تقنية موجودة، مستخدم قمر صناعي غلط، مستخدم دم غلط، النتائج كلها غلط، ويتفاجأ ويزعل أحيانا، بعضهم يزعلون يعني يقول ترى النتائج كلها غلط. حتى أحيانا المرجعية المكانية، يعني أحيانا بيبني قاعدة بيانات على مرجع مكاني موجود مثلا يشتغل في المنطقة الشرقية وحدد الزون مثلا تبع المسقط تبعه على الغربية ويشتغل كل رسالته في البحث. فأقول له في كلمتين في التحكيم بحثك كله غلط، بس كذا باختصار البحث كله غلط. فيستغرب يزعل وليش؟ نعم غلط. أنت ما تعرف حاجة اسمها الزون والدي تي ام والدي ام والموجو ولا اليو تي ام زون، ما تعرف الكلام هذا. أنت أخذت واشتغلت على طول، أنت شغل المنطقة الشرقية محدد المرجع المكاني المنطقة الغربية، معناها كم عندك شفت غلط في نتائجك وتحليل المواقع وتختيار مواقع، خاصة أن دراستك مثلا تهتم بالبعد المكاني. ليش؟ لأن أنا لما رجعت للسيرة الذاتية تبع الدكتور هذا عمره ما استخدم التقنية أصلا في حياته، يعني يمكن 20 سنة ما استخدم التقنية. ففجأة اندفع أخذ دوره دورتين قال خلاص أنا جيد، ثم استخدمها بطريقة أحدثت يعني أشياء كارثية. يعني إحنا بالتقنية كتقنيين نقول يعني كيف وقع فيها الدكتور، وهذا مألومة لأنه هو مجرد أنه أخذ كورس أو دورة والله يستخدم وكذا أوكي، لكن في ترى تخصصية لازم نحترمها. اوكي يعني احنا نستفيد من المتخصصين، تعال وش موجود، انا بستخدم البيانات هذه اراجع المهتمين حتى اكون يعني ان هم التقنيين طبقوا اكثر منا وعندهم ويعرفون الاخطاء الشائعه اللي تقع فيها. ولكن عندما ياتوا ايضا للتقنيين اللي عندهم بعد تقني وجيد ايضا يستفيدون من المتخصصين الاخرين في جانب العلوم، قلت تعال يا اخي انا حللت النتائج هذه وطلع هذه منطقيه، هل التحليل منطقي، هل هذه الاحصاء. هذا نبغى التكامل، نبغى التشارك، نبغى التعاون، عدم الانفرادية في العمل. هذا إن شاء الله بيخلق نوع من إن شاء الله الـ يعني التقدم، بأن أنا أؤمن إن الجغرافيا الحديثة والجغرافيا المتجهة إلى توظيف التقنيات الجيومكانية الحديثة في كل جوانبها، ولكن التوجه يكون بحذر وبعقلانية. شكرا دكتور مفر على هذه المداخلة وعلى هذا التوضيح، ونتيح الفرصة إذا كان في أي سؤال آخر أو أي تعقيب. ممكن يا دكتور سلاها؟ إيه تفضل دكتور. أنا أتفق مع رئيس القسم الدكتور مفرع على كل ما ذكره، وفعلا هذا ما ذكرناه، هذا ما ذكرته أنا على الأقل، ما أدري عاد الأستاذ الدكتور محمد ناصر إذا كان يوافق، لكن وأنا وافق تماما. لكن ليس عندنا مشكلة من الجاهز أبداً، بل بالعكس أنا أعتقد أنه أداة مهمة ويجب وفرحون بها الحقيقة، وساعدت في تقدم العلوم في الجغرافيا الطبيعية وكذلك الجغرافيا البشرية وغيرها، بل إن أنا أعتقد أن هناك أمية، أن الجغرافيا الذي لا يعرف هذه التقنيات فهو أمي في التقنيات. ولهذا فأنا أتفق معك تماما، الاهتمام ألا ننبهر فقط في التقنيات، أن نسنده في تخصصنا الأساسي سواء جغرافيا طبيعية أم بشرية. شكرا دكتور على هذا التعليق. هل في أي مداخلة؟ طيب إن شاء الله حالياً ما موجود أي مداخلات، وممكن نختم. طبعاً نشكر كل الشكر دكتور محمد ناصف على تقديم هذه المحاضرة، وكذلك كل الشكر لكل أساتذتنا الأجلاء اللي شاركونا بهذه المداخلات القيمة، ونحن
يعني نزعى دوما إلى هذه المداخلات التي تسري لطلابنا وتسري لكل الباحثين ما يفيدهم إن شاء الله. إن شاء الله يعني ننوه يعني إنه هذه بداية بالنسبة للمواضيع التي تثير أو تضيف إضافات بالنسبة للطلاب في البحث العلمي، ونحن نتقبل يعني حتى من الطلاب آرائهم، بحيث إنهم لو عندهم توجه أو عندهم مشكلة في نقطة معينة فممكن يتواصلوا معنا عن طريق الأستاذة جيهان أو عن طريق الأستاذة فوزية، على أساس إنهم يكتبوا مقترحاتهم إذا طالبين جزئية معينة الطلاب في عندنا في القسم يحبوا يكون فيها محاضرة. فالشكر لكل من ساهم في هذا العمل، اللي هو كل أعضاء اللجنة مشكورين على هذا الجهد، ومشكور كل أساتذتنا الأجلاء في القسم لمداخلتهم معنا، والشكر لكل الحضور، وإن شاء الله نتلاقى في الأسبوع القادم في دراسة تخص برضو البحث العلمي. شكرا لكم جميعا. شكرا دكتورة على جهدك، وهذا بفضل يعني الله ثم جهدكم في اللجنة والفريق العمل اللي معك، وفي الحقيقة أحدثت حراك علمي في القسم نادر ما يحدث، وكتب الله أجرك، وهذا كله في ميزان حسناتك إن شاء الله أنت واللجنة أنكم تنشرون العلم النافع، وهذا من الأشياء اللي تبقى يعني دائما في يعني في الأجر إن شاء الله، ولكم جزاء إن شاء الله الطيب في هذا العمل. إذا كان في يعني تطوير أيضا لهذه اللقاءات، يعني إحنا عملنا ممكن سلسلة الأسابيع الماضية على محاضرات، أنا أتمنى دكتورة لو تواصلتم مع طلبة الدراسات العليا، نريد أن نعكس المحاضرات، نريد هم يعني حتى ولو كان يقدمونها 2 أو 3 من طلبة الدراسات العليا في أمسية مثل هذه الأمسيات يتكلمون عن المشاكل اللي يواجهونها في البحث العلمي، وبالتالي نكون إحنا كموجودين كخبراء وكمشرفين وكعندنا خبرة نجيب عليهم ونضع لهم الحلول. يعني لو مثلا اخترت طالب وطالبة ماجستير، مثلا طالب وطالبة وطالب وطالبة دكتوراه، 4 مثلا أو 3 على حسب ما يتوفر، وتشرحون له المحاور وتقولون تعالوا قدموا لنا عرض مشترك، ما هي الإشكالات اللي تواجهكم في بحث العلمي أنتم كطلاب دراسات عليا في الجانب الجغرافي، وإحنا إن شاء الله كلنا موجودين راح نجاوب عليهم وراح نساعدهم. نقول والله أحد يقول والله أنا عندي مشكلة ما عارف يعني كيف أكتب، ما أنا عارف إيش كل القسم كل في مدارس مختلفة إحنا ضايعين مثلا، يقول أحد والله إحنا عندنا مشكلة في البيانات الجغرافية غير متوفرة، عنده واحد يقول كيف أتغلب على العينة عدم تجاوب مع العينة، يجيك أحد يقول أساليب الإحصائية ما إحنا فاهمينها مرة نبي أكثر. هذه الأشياء يعني يكون أفضل لو إحنا رحنا للطلاب ونزلنا لهم عشان نعرف ماذا يحتاجون. فالآن السلسلة اللي قدمت الآن ممتازة وغطت أشياء كثيرة للطلاب، ولكن نريد أيضا المستهدفين اللي هم المستهدفين الأساسيين في هذه المحاضرات أن يعطونا ما عندهم، حتى إحنا نوجه محاضراتنا بعدين القادمة سواء فصل قادم أو غير حسب المشكلات اللي إحنا واجهناها مع الطلاب. كذا بيكون إحنا فعلا أقفلنا دائرة البحث العلمي في القسم، إن إحنا كباحثين ومشرفين وخبراء قدمنا معلومات عامة، الآن نسمع من المستفيدين المشاكل اللي يواجهونها، قد تكون على 2 أسبوع، قد تكون طالبين على حسب الأشياء، ثم بعد ذلك ممكن تجدول المحاضرات الفصل الثالث أو عناوينها وفق مشاكل الطلاب اللي هم ذكروا في محاضرات. هذا مجرد دكتور اقتراح، قد يعني يجد استحسان لديكم في اللجنة، قد لا يكون، هذا شيء راجع لكم، أنا فقط أفكر معكم صوت عالي، وشكرا على جهودكم. شكرا دكتور، نشكرك يا دكتور. بالعكس هذا النجاح يعني بعد الله سبحانه وتعالى بفضل جهود كل أعضاء القسم، بفضل جهودك وتحفيزك يا دكتور إن شاء الله لنا كلنا، فالشكر لك دوما، يعني تساند كل من في القسم وكل الدكاترة الموجودين بيساندونا في تقديم هذه المحاضرات وفي آرائهم، شكرا لكم جميعا. ونحن ساعين والله يا دكتور في هذه النقطة كما ذكرت، يعني نحن حاسين على أساس أنه نتواصل مع الطلاب بحيث يقدموا أفكارهم إن شاء الله، وهذه بادرة جميلة منك، وهم طلاب موجودين معنا، يكون هذا اللقاء من أو هذا رئيس القسم، فإن شاء الله خويني الحمد دوما. معلش يقفل المايك لو سمحت يا جيهان اقفلي.
قفلت دكتورة. شكرا شكرا جان. فان شاء الله موجودين معنا الطلاب الدراسات العليا الحين، وان شاء الله نحن نزعى دائما يا دكتور زي ما قلت للوصول الى الطلاب انفسهم، فان شاء الله يكون في التطور بجهودكم وبفضل كل اعضاء هيئه القسم. شكرا لك كثير دكتور على هذه الاطراء، وشكرا على جهودك دائما معنا، وشكرا لكل اعضاء القسم يعني دائما يقفون معنا ويقدمون مثل هذه اللقاءات. شكرا للجميع وشكرا للطلابنا. ان شاء الله شكرا لك. شكرا لك. ان شاء الله شكرا لك.